Manus Marvel, das ist eine Geschichte, wenn man in der Backhause die Woche durch und dann wird ein Herbst, das ist eher. طيب هالوقت بنحكي عنها. طيب احنا حكينا قلت لما عملنا الكمانز الخاصه بالاوثنتيكيشن وانشا لي ثلاث شغلات. انشا لي في ملف الراوتس الراوتس الخاصه بالاوثنتيكيشن. وين انشاهم؟ في الويب. نعمل لك مراجعه سريعه. وين الويب؟ الراوتس ويب. راح انشا حط لي بسطرين. هو حكينا السطر الاول هو الاوث راوتس بعرف كل الراوس الخاصه بالاوثنتيكيشن. يعني هذه مش راوت واحد، هذه مجموعه من الراوس بتشمل اللوجن واللوج اوت والريجستر والفورجيت باسورد والفيريفاي ايميل، كلها معرفه في الاوث راوت. الوقت هذه انا ممكن ابعث لبعض الاوبشنز برضه عشان ايش شيء جديد. الاوث راوتس هذه انا ممكن ابعث لها على شكل اري مجموعه من الاوبشنز. مثلا انا ممكن اكون عامل سيستم، انا مش معني انه اليوزر يعمل ريجستر فانا بدي اوقف موضوع الريجستريشن، يعني بيش صفحة ريجستر، يعني بيش اليوزر يسجل اصلا في الموقع. تمام؟ فانا عشان اوقف راوت الريجستر انه اليوزر ما يقدرش يصل له، بنيجي نحكي هنا حاجة اسمها ريجستر. تمام؟ فولس. يعني بضيف على الاوث راوس ببعث ارجيومنت لإلها على شكل اري بتحتوي على كي فاليو، الكي كلمة ريجستر فولس، فانا هيك بحكي للارافيل انه انا بديش الريجستريشن راوت كله. تمام؟ ف هيني عملت سيف للملف. خلينا اشغل السيرف. تمام. ونحكي هنا لوكال هوست 8000. طبعا اذا متذكرين المره الماضيه كان يطلع لي جنب اللوجن زر ريجستر، اول شغله هي اختفى من هنا. شغلتها لو انا حولت بشكل مباشر ادخل على راوت الريجستر، تمام، هيقول لي ايش نوت فاوند، فصار الريجستر اصلا مش ديفايند. فالعرف هنا ايش ما عرفتش الراوت الخاص بموضوع الريجستر، فهيك انا ممكن اوقف عمليه الريجستريشن الديفولت اللي بتيجي مع الاوث تبع العرف. طب موضوع الفيريفيكيشن تبع الايميل، احنا حكينا لو انا بدي اخلي اليوزر بمجرد ما يسجل ابعث له فيريفيكيشن ايميل، في عده شغلات بدنا نعملها. اول شغله بدي افعلها لانه هي باي ديفولت بتكون مش مفعله، فبنيجي هنا على نفس الراوس باجي احكي له. طبعا هذا عشان افعل لازم معناته الريجستر ارجعها ايش؟ ترو. تمام؟ فيريفاي بحطها ترو لانه هي الديفولت تبعها فولس عكس الريجستر، الريجستر الديفولت تبعها ترو فانا بوقفها بفولس. الفيريفاي باي ديفولت موقفه فانا بفعلها احطها ترو. فيريفاي هذا الهدف منها موضوع اني افعل موضوع اللي هي الفيريفيكيشن ايميل الراوتس الخاصه فيها. تمام؟ طبعا هذه مش طبيعي لو انا عامل ديسيبل للريجستر معناته اكيد مش هعمل انيبل للفيريفاي، الوضع الطبيعي، لانه انا بما اني وقفت الريجستريشن فانا فيش عندي يوزر اصلا انا محتاج اعمل له فيريفاي للايميل تبعه. فهو المنطق لو انا بدي اعمل فيريفاي ترو تكون اصلا الريجستر ترو. طيب كيف اصلا بتصير عمليه الفيريفيكيشن للايميل؟ هالوقت بمجرد ما اليوزر يعمل ريجستريشن، بما ان اول شغله بدي اكون مفعل موضوع الفيريفاي عشان يعرف الراوس تبع الفيريفيكيشن. هذه ما لهاش علاقه انه انا افعل موضوع انه يبعث لي ايميل لليوزر، انا ممكن اخليه يبعث ايميل لليوزر بس لما يجي يضغط على اللينك اللي حيصله على الايميل مش حيشتغل، هيقول له نوت فاوند. طب ليش هيقول له نوت فاوند؟ لانه انا مثلا الفيريفاي عاملها او هي باي ديفولت بتكون فولس. لكن انا فعليا وقت ايش بدخل اللارافيل بمجرد ما اليوزر يسجل ابعث له الفيريفيكيشن ايميل. هنا بدنا نرجع على موديل اليوزر نفسه، هروح على الموديل تبع اليوزر. تمام؟ هتلاحظوا في الموديل تبع اليوزر في عندي هنا يوز بس ومعمول هيك لون فاهم مش مستخدمه، يوز لحاجه اسمها ماست فيريفاي ايميل. تمام؟ هذه عباره عن اي حاجه بتلاقوها بتبدا في النيم سبيس كونتراكتس عباره عن انترفيس. ايش يعني انترفيس؟ يعني انا بعملها امبلمنت بعملهاش اكستند. الانترفيس انا بقى الكلاس بيعمل امبلمنتيشن لانترفيس، مظبوط؟ في الاوبجكت اورينتد. تمام؟ فانتوا اي اسم بتلاقوه تحت الكونتراكتس هذه في اللارافيل اذا هذا على طول يعرف انه هو انترفيس. فانا عشان استخدمه بعملوش يوز زي كاتريت اللي شفناها المره الماضيه، باجي احكي له انا ايش؟ امبلمنت الانترفيس هذا اللي اسمه ماست فيريفاي ايميل. تمام؟ اللارافيل تلقائي الوقت لما تلاقي انه هذا اليوزر او هذا الموديل عامل امبلمنتيشن للماست فيريفاي ايميل تلقائيا بتصير بمجرد ما ينشئ يوزر جديد ايش يصير؟
يبعت له verification email. عشان نعمل تيست لموضوع البسط verify email. الامبلمنتس بتسمح لي اني انا اعرف مجموعة من الكلاسز بس مش شرط يكون لهم نفس الاب بس كلهم مشتركين ايش بنفس الانترفيس. هاديش بتفيد مرات مثلا انا عندي مجموعة من الكلاسز انا بدي لما بدي افحص نوع الاوبجكت بدي يكون اي نوع من الكلاسز اللي عامله امبلمنتيشن للمست فيريفاي ايميل. فانا مثلا قلت لو حكيت هل اليوزر انستانس اوف المست فيريفاي ايميل هو فعليا انستانس اوف كلاس يوزر بس لانه عامل امبلمنتيشن للمست فيريفاي ايميل فلو انا عملت تشيك ترو او فولس هل اليوزر موديل انستانس اوف المست فيريفاي ايميل حيقول لي ترو. لو رحت انا على موديل اللي اسمه برودكت وحطيت له برضه امبلمنتس للمست فيريفاي ايميل وحكيت هل البرودكت انستانس اوف المست فيريفاي ايميل برضه حيقول لي ايش ترو. فصار انا عندي تو كلاسز مختلفين بس مشتركين خلينا نحكي بالنوع تمام. هذه بسموها البوليمورفيزم بالاوبجكت اورينتد زي ما ذكرتوها في الجامعه اللي هي التعدد التعدديه او تعدد الاشكال بالعربي كيف بيحكوها تمام. الاكستنس هذا انهيرتنس لما تسمع مصطلح بوليمورفيزم انه انا عندي كلاس عامله او مجموعه من الكلاسز عاملين امبلمنتيشن لنفس الانترفيس فكل كلاس عامله شغلها الخاص لكن في النهايه كلهم بيطلع يعني انا عندي صار عندي للانترفيس الواحد اكثر من كلاس فتعددت الاشكال تاعت الايش تاعت الانترفيس من هنا جاء المصطلح. طيب فانا عشان افعل موضوع الفيريفيكيشن ايميل لازم جدا اروح على كلاس اليوزر تبعنا ونعمل له ايش امبلمنتس للانترفيس تبع المست فيريفاي ايميل بس هذه الخطوه الوحيده انا محتاج اعملها تمام. يعني انا قلت حتى لو انا في الراوت ما كنتش مفعل الفيريفاي برضه حيبعت الايميل انا حوقف هذول كانه انا مش عامل اي تعديل. طبعا هيك ريجستر باي ديفولت ترو فانا لو رجعت مره ثانيه طلبت ريجستر هيفتح لي صفحه الريجستر. خلينا نعمل يوزر جديد بعد ما احنا ضفنا موضوع الامبلمنتس ونشوف وين الرساله الفيريفيكيشن حتصل. يوزر نسميه مثلا ابراهيم مش مشكله ابراهيم طلع غلط وهي اليوزر نيم وهي الايميل باسورد نعدل الاسم تمام. نحكي ريجستر طبعا ايش اعطاني هان راوت فيريفيكيشن نوت ديفايند هو فعليا بعت الايميل بس هو حاول يحول اليوزر على صفحه اللي انه يروح يعمل فيريفيكيشن للايميل فايش طلعت له انه هذا الراوت مش موجود. ليش مش موجود؟ لانه احنا في الراوت مش موقفين وحكينا باي ديفولت الفيريفاي مش مفعله كراوت تمام. فهي الصح ان لو انا بدي اتعامل مع موضوع الفيريفيكيشن افعلها الريجستر باي ديفولت ترو فانا لكن لو انا بدي اوقفها بحطها فولس خليها هي انه العكس تبعها اللي هي فولس بس كوميتد. هو في الغالب انشا اليوزر خلينا نتاكد انه انشا اليوزر او لا قبل ما نشوف موضوع ال عفوا مشينا لارافيل ستور هنروح على اليوزرز تمام. هاي اليوزر انشاه بس هذا الرساله الخطا صارت لما في لحظه ما بده يرجع يوجهه بعد ما انشا الايش انه اعمل فيريفاي لكن فعليا هو انشا لليوزر هذا تمام. طبعا هو طالما مش عامل فيريفيكيشن للايميل حتكون ايش الحق اللي اسمه ايميل فيريفايد ات قيمتها نال. طيب طبعا هذه فعليا الرساله هذه ظهرت في لحظه ما كان بده يبعث فعليا الايميل تبع الفيريفيكيشن فالايميل انا فعليا مش حلاقيه. يعني لقيت احنا وين حلاقي الايميل في اللوج زي ما عملنا في الاعدادات انه يصير يخزن لي الايميلات في اللوج. هو فعليا هو حاول يجيب الفيريفاي راوت عشان بده يحطه في الايميل مش انا في الايميل حيبعث لي لينك الوقت اللينك كان عباره عن راوت هو بالنسبه له فاجى يحاول يقرا الراوت ما لقاهوش ايش ديفاين فانا لقيت حطر اعمل يوزر ثاني عشان يبعث لي الرساله وفيها اللينك تبع الفيريفيكيشن. هيا نعمل باك
نعمل يوزر جديد علي 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 at example.com register. اوكي هيك انشا لي اياه وطبعا دخلني على طول عمل لي لوجن. خلينا نشوف الايميل اللي يفترض وصل لليوزر عشان يعمل فيريفاي للحساب تبعه ولا الايميل تبعه. هنلاقيه في الاستورج في اللوج. لو رحنا على اخر اللوج هاي الرساله فعليا هلو بليز كليك ذا بوتون بلو تو فيريفاي يور ايميل ادرس ويبعث له اللينك تبع الفيريفيكيشن. طبعا هذا بيحتوي على مين؟ على التوكن العشوائي اللي هو تم اضافته. فاحنا لو اخذنا اللينك هذا على انه احنا كاني فتحت الايميل وضغطت على اللينك وطلبناه هنا تمام اعتبرني على طول عملت فيريفيكيشن. عشان نتاكد الوقت حنلاقي هنا اليوزر اللي قبل شوي حنلاقي يوزر جديد اسمه علي وحنلاقي الايميل فيريفايد اخذ التاريخ. احنا المفروض عملنا قبل ما نضغط على اللينك. هي ايش؟ عمل فيريفاي هذا اليوزر وبالتالي صار مثلا بالنسبه لي بعرف انه اليوزر فعليا ضغط على اللينك اللي وصله على الايميل. طبعا هدف الموضوع الفيريفاي اتاكد انه الايميل يدخله صح او غلط. ايش ايش الهدف من الموضوع؟ انا ابعث رساله مش موضوع سكيورتي ما لهاش علاقه بالسكيورتي، لها علاقه انه اتاكد انه الايميل اللي حط لي اياه هو ايميل صحيح تمام. عشان لو انا فعليا لو ما ضغطتش على اللينك فممكن يكون حاطط لي ايميل غلط فالرساله اصلا هذه ما وصلتهوش. هاي الهدف من موضوع الفيريفاي. بيقابلها برضه نفس القصه لما يطلب منك تدخل الجوال وبعث لك كود على الجوال برضه عشان اتاكد انه رقم جوالك صح. طيب هذه الرسالة عشان نغيرها لما نيجي نتكلم على الايفنتس حنشوف كيف بنغير كل الرسائل هذه تمام. طيب هل قلت لو انا بدي الشخص لو ما كانش اصلا عامل فيريفاي ممنوع يدخل على على الصفحة؟ يعني قلت انا طالما بطالب منه يعمل فيريفاي فانا بديش يدخل على الموقع طالما هو مش عامل فيريفاي. هنا ايش بنحتاج؟ باي ديفولت انا خلص انا ببعث له فيريفيكيشن بس انا مش مانه باي ديفولت انا كل الصفحات سامحه له الا اذا انا ايش؟ حددت زي قصه الاوثنتيكيشن كل الصفحات باي ديفولت انا مش محتاج اني اطلب من اليوزر يعمل اوثنتيكيشن الا اذا انا حددت من خلال الميدل وير انه هذه الصفحه او هذا الكنترولر لازم يكون فايت من خلال الاوثنتيكيشن. طبعا عملناها من خلال ايش احنا عملناها؟ وين الراوت تبعنا؟ هنا لما ضفنا مثلا صفحه الهوم هذه اللي هي الصفحة الافتراضية ضفنا عليها الميدل وير تبع الاوث وبالتالي ما حدش هيقدر يفوت على صفحة الهوم الا اذا كان واحد عامل اوثنتيكيشن. ثانيا اليوزر اللي احنا عملناه هذا اللي هو اسمه علي هيو فات على الراوت تبع الهوم لانه اصلا عامل اوثنتيكيشن. يعني وقت لو نفس الهوم هذه بدي اضيف عليها برضه ميدل وير انه يكون اصلا كمان عامل فيريفاي للايميل تبعه. فكل ما عليها حنضيف ميدل وير جديدة سواء نضيفها على مستوى الراوت او على مستوى الكنترولر. طبعا ممكن لك الترتيب ننزل هيك السطر هاي النيم وهي الميدل وير الاولى. الوقت الميدل وير ممكن اضيف مره ثانيه كمان مره استدعي الميدل وير، يعني ممكن استدعي الميدل وير اكثر من مره تمام واحط الميدل وير. لقيت الميدل وير الخاص بموضوع الفيريفيكيشن اسمها فيريفايد تمام. هيك معناته لازم للشخص اللي حيفوت الراوت تبع الهوم يكون عامل فيريفيكيشن للايميل تبعه. طبعا اليوزر احنا حاليا فيه هو اصلا عامل فيريفيكيشن فلو عملت ريفريش تمام فات عادي. خلينا نعمل لوج اوت ونفوت بيوزر زي ابراهيم اللي مش عامل فيريفيكيشن. هاي لوجن هاي ابراهيم. تمام طلعت له هذه الصفحه فيريفاي يور ايميل ادرس تمام عشان تقدر تفوت. طبعا لو كان الايميل لو فرضا مثلا مش واصله اللينك فبتطلب احكي له ايش؟ اضغط هنا عشان ابعث لك اللينك من اول وجديد. هو فعليا ابراهيم ما وصلش اللينك لو كان في عندنا مشكله. فلو انا ضغطت هنا حيبعت الرساله تمام هيقول بعثنا لك الايميل وبالتالي برضه حنلاقيها وين؟ في اللوج. هذا يوزر اه يوزر رقم 3 وبالتالي هي اللينك هذا لو انا برضه نفس القصه ضغطت عليه عملت سيميوليشن وانا ضغطت عليه بس مش عندي سوري تحت اوضح هذه. تمام هيك صار اليوزر ابراهيم فيريفايد وبالتالي فات على الهوم بدون ما يطلب منه يعمل
فيريفيكيشن برضو على مستوى الداتابيز، هاي ابراهيم كان نال في الريفريش صار عامل فيريفاي للايميل تبعه. طب موضوع استخدام الميدل وير زي ما حكينا، لقيت يا اما انا على مستوى الراوت هالوقت انا ممكن استدعي الميدل وير هيك اكثر من مره، او انا ممكن في الميدل وير الواحده ابعت اكثر من واحد، يعني ممكن ايش اوث فيريفايد ابعتهم زي هيك بدل ما اعمل ميدل وير مرتين في نفس الميدل وير ابعت اكثر من ميدل وير. ما هي نفسها، هي لقيت لازم لقيت اللي هي ريكوست ميثود الميدل، لقيت الترتيب لقيت انا ممكن احط الميدل وير وين في الاول، هنا ميدل وير بعدين اقول له جيت، هي نفس الفكره بقى. يعني الترتيب مش هيفرق معنا كتير، يعني لو حط الميدل وير قبل النيم او مش هتفرق، نفس الترتيب مش هيفرق كتير. هالوقت هيك انا بعتهم اكثر من ميدل وير في استدعاء واحد، طبعا نفس الشيء مش هيعطينا اي مشكله تمام. او ممكن ايش اعمل، ابعتهم على شكل اري برضه تمام، يعني يا ببعتهم في اكثر من ارجيومنت للفانكشن او ببعتهم على شكل اري، وبالتالي صار ارجيومنت واحد بس جوا اري. هذه الطرق الثلاثه بقدر ابعت من خلالهم الميدل ويرز للراوت او بطبق الميدل وير على الراوت اللي احنا حددناه. الوقت احنا اللي شفناه انه انا ممكن احط الميدل وير وين كمان، على مستوى الكنترولر نفسه، اجي على الكنترولر الاوث مثلا، بدنا نروح على اللوجن تمام. اللوجن بدي افرجيكم الشغله فيها. الوقت اللوجن نفسها اللوجن كنترولر هو عامل برضه مطبق عليها ميدل وير، بس بعد ما يطبقوا على الراوت طبقوا وين؟ جوا الكنترولر نفسه. واتفقنا دائما لما بنطبق اي ميدل وير على الكنترولر بده يكون وين؟ جوا الكونستراكتور، ما ينفعش في اي مكان ثاني. طب لاحظوا هنا الميدل وير جاست، عرف انه في عندي ميدل وير اسمها جاست فبدي اطبقها. طب ايش الاكسبت هذه؟ الوقت انا ممكن لما انا اعرف ميدل وير على مستوى الكنترولر هو هيتطبق على كل الاكشنز اللي جوا الكنترولر. لو انا في عندي اكثر من اكشن زي قصه الاندكس والديليت والابديت ايش كمان والكريت والستور، فكلهم هيتطبق عليهم هدول الراوتس، هيتطبق عليهم الميدل وير. طب لو انا بدي استثني واحد منهم او مجموعه منهم ما يتطبقش عليهم، فهنا بنحط ايش اسم الميثود اللي جوا الكنترولر اللي انا بديش يتطبق عليها. فعليا اللوجن كنترولر هذا تمام بيحتوي على ميثود اسمها لوج اوت، فانا بدي احكي له انا اللوجن مسموح للجاست بس ما عدا مين؟ اللوج اوت، لانه اكيد اللوج اوت لازم يكون شخص ايش عامل؟ لوجن، عشان هيك واستثنى اللوج اوت من ايش؟ الميدل وير تبع الجاست تمام. فلو انا معني اني اطبق ميدل وير على في الكنترول نفسه على كل الفانكشنز بحطش اكسبت. لو بدي اعمل استثناء لبعض الفانكشنز اللي جوا الكنترولر بعمل ايش؟ اكسبت تمام. في الاكسبت ممكن ابعت ايش؟ نفس الفكره، ممكن ابعت اكثر من فانكشن، يعني ممكن اجي احكي هنا مثلا كاري ممكن نبعته، مثلا انا بدي استثني مثلا اللوج اوت وفانكشن ثانيه مثلا ريجستر، لا ريجستر لازم يكون جاست، بس لو افترضنا انه عندي فانكشن ثانيه اسمها ايش ممكن نحكي فيريفاي مثلا، فانا هيك ايش سويت؟ حكيت له استثني من الكنترول هذا الميدل وير جاست، استثني منها مين؟ اللوج اوت فانكشن والفيريفاي فانكشن. فانا بحدد ممكن مش وان فانكشن، اكثر من فانكشن في موضوع الاكسبت. طب العكس، انا بدي اطبق الميدل وير هذا على فقط مجموعه، انا كنت عندي الكنترولر كبير فانا بدي اطبق على وحده او تنتين من الفانكشنز والباقي بديش يتطبق عليهم. هنا بنيجي بدل ما نحكي اكسبت بنحكي له ايش؟ اونلي، يعني طبق لي الميدل وير هذه فقط على اللي انا بحدد لك اياهم هنا، عكس الاكسبت. الاكسبت بستثني منها، يعني هيتطبق على الكل ما عدا اللي انا استثنيته، الاونلي هيتطبق فقط على اللي انا حددتهم جوا الاونلي. فهذا بصير حسب انا كيف هشتغل بحدد هل انا بدي، طبعا لو ما شلنا الاونلي والاكسبت معناته هيتطبق على مين؟ على الكل. على الكل في الاوثنتيكيشن ولا على كل الكنترولر؟ على كل الكنترولر هذا اللي انا في قلبه اللي هو كنترولر اسمه ايش؟ لوجن تمام؟ يعني عشان تكون اوضح لنا احنا اشتغلنا قبل، خلينا نرجع لكل شيء زي ما كان. نرجع للي احنا اشتغلنا اصلا في الادمن، احنا عملنا برودكتس وكاتيجوريز، حاليا هم مش محميين، يعني لو انا يوزر مش عامل لوجن هيقدر يفوت على الصفحات هذه. نعمل لوج اوت ونحاول نفوت على الادمن كاتيجوريز او ادمن برودكتس تمام. فايت الوقت احنا الهدف من الاوثنتيكيشن انا بدي احمي الصفحات هذول، فخلينا نروح على الكاتيجوريز. هاي الكاتيجوريز
بدي اعرف الموديل وير تبع الاوثر وقت هنا، فانا ممكن اعرفه في كونستراكتور على طول. اجي هنا اعرف كونستراكتور بابليك فانكشن كونستراكت، بياخذ شيء هنا على طول بحكي له ذس ميدل وير. انا يفترض بدي احمل راوت، فبحكي له ايش اوث. فالاوث معناته لك لو انا حاولت افوت ايش وداني اعمل لوجن. هيك انا حميت كل الكاتيجوريز. خلينا نعمل لوجن. طيب نشوف موضوع الاكسبت. لو انا جيت هنا حكيت له قبل ما اعمل لوجن، لو انا حكيت له اكسبت مثلا الاندكس، انا بدي استثني الاندكس من ايش؟ بيعرض له بيانات. هيك معناته حيعرض له بيانات. هيك انا لو طلبت الكاتيجوريز مره ثانيه اللي هي فعليا الادمن اللي هي هذه الاندكس بتستدعي، صح؟ فوتني. لكن لو حاولت اعمل ايديت حولني على اللوجن، لان قلت له فقط طبق الميدل وير هذا على كل شيء ما عدا الاندكس. لو بدنا نستثني جنبهم الايديت، لو هينا حطينا فاصله كلمه ايديت مره ثانيه، هي لوج نعمل باك ونضغط على ايديت. ليش الزرار متغير؟ انا غيرتهم في التصميم. طيب شايفين قلت صار حتى الايديت يفوت، لكن لو جيت عملت ابديت مش حيرضى، لانه الابديت فانكشن ثاني اسمها ابديت. فلو اضغط ابديت حيقول لي اعمل على اللوجن، تمام. فانا في الاكسبت بقدر احدد بالضبط مين اللي بدي اطبق عليه، مين اللي بدي استثنيه من الميدل وير هذه. احنا فعليا بدناش نستثني حد، فيفترض اطبقها عليهم كله. فلو طبقتها هنا على مستوى الكونستراكتور، او رحت وين في الويب وجيت على مستوى هاي الريسورس. طبعا قد ايش مشكلتي هنا؟ كم راوت عندي هنا في الكاتيجوريز كنترولر؟ اروح على كل واحده منهم اقول له ايش ميدل وير، او ممكن اطبق على مين، على كل النيم سبيس هذا. اروح اضيف هنا على مستوى الجروب، انا ممكن احمي جروب كامله وهذا الاسهل. فمثلا طالما انا في الادمن يبقى كل الادمن بده يكون محمي بالميدل وير تاعت الاوث. فانا ممكن على طول هنا جنب قبل ما اضغط جروب اجي احكي له نفس الشيء هنا ميدل وير اسمها اوث. فانا هيك طبقت على كل الجروب تبع الكاتيجوريز والبرودكتس كمان، فمش محتاج اروح اعرف على كل راوت واحد واحد، ممكن اطبق الميدل وير على مستوى الجروب كامله، تمام. خليني بس انزلهم كل واحده في سطر عشان تكون مقروءه. في الاخر الجروب المستديه، وهذا الكود حيكون محصور جوا الجروب. فصار الوقت صار التاجز والبرودكتس والكاتيجوريز كلهم محميين بدون ما احدد جوا الكنترولر تبعهم، وبدون على مستوى كل راوت بشكل مستقل. لو حاولت اطلب صفحه التاجز اللي هي الادمن سلاش تاجز حولني على صفحه اللوجن. طيب نشوف، ندخل شوي لكن نتعمق في الميدل وير. هالوقت الميدل وير اللي احنا اسمها اوث والاسمها فيريفايد والاسمها جاست، من وين جابهم او وين اللوجيك تبعهم مكتوب، ايش بيعملوا؟ في ال HTTP جنب الكنترولرز فولدر ايش في عندنا فولدر اسمه؟ ميدل وير. وبالتالي كل الميدل وير سواء انا بدي اعرفها او اللارف اللي معرفها لي اياها وسمح لي اني اعدل عليها حلاقيها موجوده هان. مثلا الميدل وير تبع الاوث هو عباره عن هذه الكلاس اللي اسمها اوثنتيكيت، هيها. هو طبعا عامل اللوجيك تبعها في مكان، بس هو ايش عامل؟ المكان اللي معطيني اياه انه انا لو حابب انه لو بعد ما يفحص موضوع انه هو عامل لوجن او لا وين يرجعه. فلاحظوا ايش هو عامل؟ عامل ميثود اسمها ريدايركت تو، وهنا فيها ايش عامل؟ ريتين لراوت اللوجن. وبالتالي هيك عشان هيك لما انا كل ما اطلب الصفحه بروح يرجعني على صفحه اللوجن. لو انا مثلا رحت حكيت له اعمل لي ريتين لصفحه ايش عندنا صفحات، المشكله حيدخل في انفينيت لوب هيك عشان اني حميتهم. لو انا مؤقتا شلت الاوث عن الهوم، وين الهوم اللي احنا عملناه؟ هنا الهوم، بدي اوقف عنها موضوع. وبالتالي انا بدي الشخص اللي مش عامل لوجن ارجعه على الهوم بدل ما يرجع على صفحه اللوجن. انا ممكن اقول له لا حول لي على صفحه الهوم، طبعا مش منطقيه بس للتوضيح. هنا بدل ما احكي له راوت اللوجن اقول له روح على راوت الهوم. وبالتالي لو انا حاولت افوت مره ثانيه على ادمن مثلا كاتيجوريز وين رجعني؟ الو. فانا مثلا في هذه الميدل وير قدرت احدد جواها وين يرجعني لو الشخص مش عامل لوجن. هو الوضع الطبيعي اني اخليه يروح على صفحه اللوجن.
لكن هنا انا قادر اعدل فعليا على هذه الميدل وير بحيث ان اخليه يرجع على لو انا عامل صفحتين راوت يعني عامل صفحتين لوجين فانا بدي يروح على صفحه معينه غير الصفحه الافتراضيه فانا باجي هنا بحط الراوت تبع الصفحه مثلا اللوجين اللي انا عاملها. طيب طب في انا لو حاول مرتين ثلاثه ما ظبطش اللوجين موجود موجوده موجوده في اللارافيل اصلا انا لقيتها فرجيك اياها. طيب الوقت القصد ميدل وير وين موجوده هيها اسمها ريدايركت اف اوثنتيكيتد شايفين الكلاس هذه ريدايركت اف اوثنتيكيتد فعليا القصد. طب هو كيف عرف انه القصد بيروح على هذه الكلاس الوقت حنشوف كيف عرف لكن فعليا الكلاس الميدل وير اللي اسمه قصد وبيروح على الكلاس اللي اسمها ريدايركت اف اوثنتيكيتد. طبعا هو ايش عامل هنا بيفحص وهذا حنتكلم عنه اليوم كيف انا بفحص اليوزر اذا عامل لوجن او لا. هنا هذا الكود بيستخدم الاوثفيكيت وبيعمل تشيك تمام. قصه الجارد برضه حنفصلها بس انا ممكن لو شلت الجارد ممكن اكتب زي هيك اوث تشيك هيك انا بفحص هل اليوزر عامل لوجن او لا. فالتشيك هذه هترجع لي ترو اذا اليوزر عامل لوجن هترجع لي فولس اذا اليوزر مش عامل لوجن تمام. فاوتوماتيك عامل اذا اليوزر عامل لوجن هيوديه وين على صفحه الهوم عشان دايما لو انا حاولت ادخل على صفحه الريجستر وانا عامل لوجن هلاقيه وين بيرجعني على صفحة الهوم. طب هذا عبارة عن ايش؟ راوت سيرفيس بروفايدر نقطتين نقطتين هوم. الهوم هذا ايش تعتبر؟ يلا اتذكر ايش تتوقع هتكون؟ كونستانت. هذه كونستانت في كلاس اسمه راوت سيرفيس بروفايدر. طبعا وين موجود الراوت سيرفيس بروفايدر؟ هيو قال لي في الاب بروفايدرز في عندي حاجة اسمها راوت سيرفيس بروفايدر. قلت له انا دخلت على هذه الكلاس هاي الكونستانت اللي اسمه هوم تمام. فلاحظ الهوم ايش حاطط الراوت تبع مين؟ حاطط جوه الراوت تبع الهوم. طب هو عاملينها ليش؟ هم بيستخدموا هذه القيمه بيستخدموها في اكثر من مكان فبدل ما كل مره يكتبها يدويا حط كونستانت وصار يستخدم هذا الكونستانت في كل مكان. فلو انا معني اغير بدل ما يروح على الهوم يروح على صفحه ثانيه مثلا يروح على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا اللي هي السلاش صح؟ فانا ممكن اقول له ايش؟ هنا على طول يعني اغير الراوت الديفولت هنا تمام. فالاوث بدون الجارد لقيت مفهوم الجارد هنوضحه لكم بس لقيت لو انا شلت الجارد برضه هاتي صح تمام. اوث تشيك معناته انا بفحص هل اليوزر عامل لوجن او لا. هنا من اسم الميدل وير بحكي له ريدايركت اف اوثنتيكيتد يعني اذا لقيته اوثنتيكيتد لا رجع لي اياه على صفحه ثانيه عشان هيك لو كانت ترو انه عامل لوجن راح حوله على صفحه الهوم. فكره الميدل وير انه انا زي ما حكينا الفكره الميدل وير انا بفحص الريكوست اذا في عندي تشيك بوينت معينه اذا تحققت ممكن يقول له وقف اذا تمام الوضع حيقول له ايش؟ كمل. عشان هيك دائما كل الميدل ويرز بتلاقوها ايش بتعمل؟ ريتيرن لحد لمتغير اسمه نيكست وجواه ريكوست تمام. يعني الوضع الطبيعي يفترض الميدل وير اذا كل شيء تمام اقول له ايش ريتيرن نيكست اذا في مشكله بروح ارجع ريسبونس من اي نوع. الريدايركت يعتبر ايش حكينا؟ ريسبونس. ممكن ارجع ملف فيو اقول له اطلع له رساله مثلا مش شرط اروح احوله على صفحه ثانيه تمام. طيب ترجع تمام. ايش فكره الجارد؟ الفكره الجارد الموجوده هان وانا ممكن يكون عندي في اللارافيل نظام اوثنتيكيشن لاكثر من يوزر. يعني انا ممكن يكون عندي في الموقع ادمن وعندي يوزر عادي فانا ممكن يكون الشخص عامل لوجن كادمن فانا معني اني افحص اللوجن الادمن لا وممكن يكون شخص عامل لوجن كيوزر فانا معني افحص اللوجن تبع اليوزر تمام. فاللي بيعمل لوجن باليوزر غير اللي بيعمل لوجن في الادمن. طبعا في الحالات بيكون عندي جدولين احنا اشتغلنا على جدول واحد فبيلزمنيش هنا موضوع الجارد. بيلزمني موضوع الجارد وانا عندي اكثر من جدول للاوثنتيكيشن يعني الادمن له جدول واليوزرز لهم جدول ثاني فانا بعمل لوجن فانا عندي اليوزر نيم والباسورد مخزنين في جدول الادمن وفي عندي يوزر نيم والباسورد مخزنين في جدول اليوزر. هذا موضوع الجارد حنفصل لكم اياه في المحاضره اللي بعد لانه موضوع طويل تمام. بس هاي فكره الجارد لما تشوفوها زي هيك موضوع انه انا بدي ابحث انه انا بدي افحص هو عامل تشيك عامل لوجن من اي جارد. باي ديفولت في جارد واحد حاليا في اللارافيل اسمه ويب وين معرض برضه حفرجيكم اياه كمان شوي. طيب هالوقت احنا شفنا الاوثنتيكيت وشفنا الريدايركت وشفنا على فكره الفيريفاي كمان. الفيريفاي مش هلاقيه هنا. فاكرين لما كنا نعمل فورم وننسى نحط الات سياسه عرف ايش كان يطلع لي رساله؟
بيج اكسباير صح. برضو هذه معموله كميدل وير، عشان هيك هتلاحظوا هنا في الميدل وير في عندي حاجه اسمها فيريفاي سي اس ار اف توكن، هي بيعمل تشيك بيفحص التوكن اللي وصلك من الفورم مع التوكن اللي مخزن في السيشن، هيو موجود هنا تمام. الوقت هو عامل كل اللوجيك تبعه في مكان ثاني، لانه ايش عامل؟ هو عامل اكستنز لها، يعني هو يعني فعليا الكلاس فاضيه. طب وين اللوجيك موجود؟ بيكون موجود في البيرنت طالما انا عامل هلا اكستند تمام. طب بس هو ايش سامح لي هنا؟ معطيني شغله اسمها الاكسبت. هذه لو انا بدي بعض الراوتس حتى لو بعتت لي بطريقه البوست استثني منها التشيك تبع السي اس ار اف توكن، يعني مثلا بدي اعمل فورم بديش احط فيه التوكن تبع السي اس ار اف، وبدي يسمح لي برضه انه اعمل سبميت للفورم، ما يعطينيش صفحه البيج اكسباير. عشان نعمل عليها تيست احنا ايش في عندنا راوت؟ اللي هو مثلا الراوت تبع الادمن سلاش كاتيجوريز سلاش اب كرييت، لا الستور مش الكرييت، هو هذا هيك ادمن كاتيجوريز بالشكل هذا. ايش ايش بطريقه البوس ايش بيعطيني الراوت هذا ادمن كاتيجوريز، وبطريقه البوس مين حيستدعي؟ حيستدعي الستور صح. فانا قلت له اذا لقيت انا صرت استثنيت انه الفورم تبع الستور هيك انا ممكن يبعث لي اياه بدون موضوع السي اس ار اف توكن. عشان نتاكد هاي قبل ما اضيف هاي وقفتها، وبدنا نروح على الكاتيجوريز فيوز في الادمن كاتيجوريز في ملف الكرييت اللي هو الفعليا بس هنا ملف الكرييت احنا ايش حاطين؟ حاطين التوكن هذا حشيله بالوضع الطبيعي. قلت انا افترض حاليا نعمل لوجن باي يوزر من اللي احنا عملناهم في الكرييت، هذا ايميل بده. لقيت انا حاولت اعمل كرييت كاتيجوري، دخلنا اي بيانات بدنا اياها تمام، وحاولنا ايش ما يكون حاولنا كرييت عشان يشيل السي اس ار اف توكن من الفورم، يعطاني قصه البيج اكسباير. اجيت انا بدي استثني شايفين هاي الراوت، لو انا بدي استثني هذا الراوت انه ايش يتم فحص موضوع التوكن تبع السي اس ار اف، فباجي هنا في الميدل وير تبع الفيريفاي سي اس ار اف توكن بقول له ايش هذا الراوت استثنيه. وبالتالي لو رحت مره ثانيه عملت سبميت خزن لي، طبعا بينش اني حطه تحت الجيفتس هاي تاريخ اليوم تمام. فلو انا معني وهي بالصح الا اذا هذه وقت ايش انا بحتاجها؟ اذا في موقع خارجي، موقع خارجي هو اللي بدي يعمل بوست على الموقع تبعي. هذه وين بتلزمنا؟ لما انا مثلا اتعامل لقدام مع ماضي مع مثلا بيبال، بيبال عباره عن موقع خارجي، لقيت انا الشخص يعمل عمليه دفع بيبال بيبعث لي زي بيروح يستدعي راوت عندي عشان يعطيني معلومات عن عمليه الدفع اللي بتصير، فبيبعث لي راوت فبيبعث ريكوست علي بطريقه البوست. طبعا هو اكيد مش حيكون عنده سي اس ار اف توكن لانه سي اس ار اف توكن انا اللي بنشئه مش هو. فايش؟ فانا في الحاله هذه بدي استثني الصفحه اللي انا بكون عاملها للبيبال عشان يبعث عليها الريكوست. هيك انا عشان هيك عملوا لنا اياها لارافيل. لو انا مثلا موقع خارجي بده يستدعي صفحة عندي بطريقة البوست تمام، وأنا بدي أسمح له، فطبعا أكيد هو مش هيكون باعت لي السي اس ار اف توكن، ففي الحالة دي بدي أضيفه هنا، بدي أضيف الصفحة اللي هتستقبل هذا الريكوست من ضمن الاكسبت عشان أسمح بعملية البوست ما يصيرش يطلع له قصة البيج اكسبيرد تمام. احنا في الوضع الطبيعي في كل صفحاتنا الداخلية للسكيورتي بدنا نكون ايش؟ مفعلين موضوع السي اس ار اف توكن. بالنسبه للاكسبيرد انا في صفحات عندي انا لو خمس دقائق كسيشن برضه بتعطيني صفحه اكسبيرد او سيشن اكسبيرد، لهاش علاقه بالموضوع. التوكن نفسه له لايف تايم، يعني هو ما قلت مرات لما ينشئ لي التوكن تمام بيعطي له مدة معينة، أنت طول من خلال الفترة هذه ما عملت سبميت للفورم بيعتبر التوكن تبعك اكسباير تمام؟ فهو عشان هيك مثلا هذا أنا حتى كنت برمجها خارج اللارافيل أنه أنا بنشئ التوكن لفترة مثلا 10 دقائق. اكثر من 10 بقول له انت التوكن تبعك اكسبير بدك تعمل سبميت للفورم من اول وجديد. طيب نرجع للوجين، اذا انت ضلتك مثلا
ما استخدمش الجهاز 5 دقائق. هذا السيشن تايم، هذا السيشن لايف تايم. الديفولت في الديفولت في اللارافيل ساعتين، انه انت خلال ساعتين، فعشان حتلاقي السيشن تبعته طويله، بس الديفولت السيشن الافتراضي تبع البي اتش بي نفسها اللي هي نص ساعه، نص ساعه 30 دقيقه. اذا ضلتك 30 دقيقه مش عامل اي حركه على الموقع، بعتبرك بعتبر السيشن تبعتك اكسباير، وبالتالي بطلب منك تعمل لوجن من اول وجديد. طيب احنا هنا شفنا الميدل ويرز هدول، والفيريفاي موجود في مكان ثاني. فاحنا طبعا في تشيك فور مينتيننس، في عند الانكريبت كوكيز، اللي تريم سترينجز، التراست بروكسيز، هذه مجموعه من الميدل ويرز الجاهزه الموجوده في اللارافيل. طيب احنا مثلا الاوثنتيكيت ميدل وير كان اسمها اوث لما استخدمناها، الريدايركت اف اوثنتيكيتد كان اسمها ايش؟ جاست. كيف هو عمل رينيمينج اللي هي موضوع الالياس؟ لو رحنا على الكيرنل جنب، شايفين جوا ال HTTP نفسه، في عندي كنترولز وميدل وير، في عندي ملف اسمه كيرنل دوت بي اتش بي. فعليا هذا الملف اللي انا بعرف فيه كل الميدل ويرز اللي انا بدي استخدمها. الوقت هذا الكلاس فيها مجموعه من البروبرتيز، خلينا نتعرف عليهم ونشوف ايش بيلزمني. الوقت في عندي بروبرتي اسمها ميدل وير، وجواها مجموعه من الكلاسز، يعني هذه عباره عن اري، ايش في قلبها؟ اكثر من كلاس. طبعا الكلاسز كلها عباره عن ميدل ويرز، مثلا تراست بروكسيز، تشيك فور مينتيننس، الفاليديت بوست سايز. بس لاحظوا لقيت في شغلات موجوده عندي في الابلكيشن هيها، وفي شغلات موجوده في الفريم ورك نفسه. اللي في موجود في الفريم ورك نفسه بفترض انا بعدل ايش عليها، تمام؟ التريم هذول الثلاث، تراست بروكسيز، تشيك فور مينتيننس، والتريم سترينجز، كلهم موجودين وين؟ عندي. يعني هاي المسار تبعهم في الاب اتش تي تي بي ميدل وير. هذول الخمسه اللي مثلا في عندي برضه هذه الكونفيرت امبتي سترينج تو نال، هذه معناته لما انا ابعت في البوست نص فاضي اوتوماتيك بحول لي اياه لنال، هذا الهدف من الميدل وير. هذه موضوع التريم سترينجز، لما انا ابعت نص وقبله وبعده في سبيسز بيعمل لي هو اوتوماتيك تريم للسبيس هذه، بدل ما انا اقول انبوت انا افحصه هو اوتوماتيك بيعمل لي اياها. فلو انا بدي اوقفها لازم اوقف الميدل وير هذه زي كده. الوقت كل شيء موجود جوا الميدل وير بروبرتي هذه، هذه بتطبق على كل الموقع بدون ما انا بشكل صريح احكي انه هذا الراوت الميدل وير تبعه اسمه تراست بروكسيز. يعني هذول الخمسه او الست خمسه ميدل ويرز هذول باي ديفولت مطبقين، انا مش محتاج اروح على الراوت او على الكنترول اقول له طبق لي هذول الميدل ويرز، تمام؟ فلو انا ما اعرف اي حدا من هذول اوقفهم، معناته ايش بسوي؟ بدي اشيلهم من الاري، يعني يا بعملهم كومنت يا بمسح السطر تبعهم، لانه هذول باي ديفولت مطبقين بدون انا ما اطبقهم بشكل صريح، تمام؟ فلو انا بدي اعمل ميدل وير جديده وبديها تطبق باي ديفولت على كل الراوتس، بروح بعد ما اعرفها بضيفها هنا. هنشوف كيف. اللي بعدها في عندي بروبرتي ثانيه اسمها ميدل وير جروبس. هذه مرات انا بدي بدل ما لقيت لما بدي اجي اطبق ميدل وير معينه، انا ممكن بدي اخلي راوت ياخذ اكثر من ميدل وير في نفس الوقت. وهذه الميدل وير هطبقها على اكثر من راوت، فايش الحل؟ اني بحطهم في جروب وبصير اطبق الجروب هذا، زي فكره لما عملنا جروب لكل الميدل ويرز. يعني انا في عندي مجموعه من الميدل ويرز بدي اطبقها على اكثر من راوت كل مره، فبدل ما كل مره اكررهم بحطهم في جروب وبحط اسم الجروب في الحاله هذه. هنا معناته انا ممكن اعرف مجموعه من الجروبز، فالويب هذا عباره عن الجروب نيم اللي هو الكي تبع الاري، هو الجروب نيم، تمام؟ جوا انا بحط فيه ايش؟ كل الميدل ويرز اللي حتكون جوا الجروب نيم هذا. فانا عندي فعليا باي ديفولت في اللارافيل في عندي تو جروب، واحده اسمها ويب والثانيه اسمها اي بي. هل انا ممكن اضيف جروب جديده؟ ممكن اجي اروح اعمل مثلا جروب للادمن، مثلا لو انا مثلا كل الراوس الخاصه بالادمن بدي اعطيها مجموعه من الميدل ويرز الخاصه فيها، فانا ممكن اجي احكي جروب اسمها ادمن، حيكون جواها مثلا اكيد الاوثنتيكيت اصلا مش موجوده هنا عندنا بنحطها اللي حلاقيها اسمها اوثنتيكيت ميدل، هي هذه كلاس. فانا رحت انشات جروب جديد سميتها ادمن، هذه الجروب على الاقل فيها مين؟ الاوثنتيكيت ميدل وير. طبعا هو عملها يوز فوق هيو عشان هيك جت مختصره هي، تمام؟ بدي اضيف كمان مثلا الهدف من طبعا الجروب انه يكون عندي اكثر من، مثلا مش منطق اعمل جروب ميدل وير واحده، تمام؟ لو بدنا نعمل ميدل وير تاعت الفيريفاي، الفيريفايد هذه هيها
طبعا نقطتين كلاس عشان بدي الاسم تبع الكلاس. برضو هذا الايش؟ هذه الميدل وير الخاصة بالفيريفاي اللي احنا استخدم. لا هذه الايفنتس، بدناش الايفنتس. تراجع انشور ايميل فيريفايد، هذا اسم هذا الاسم الميدل وير. هاي هذه طبعا حنشيلها. وهذه الميدل وير، الميدل وير اللي استخدمنا اختصارها اسمه فيريفايد. تمام. فهيك الوقت انا صار عندي جروب اسمه ادمن وبيحتوي على تو ميدل وير. وقت لما انا بدي اطبق التو ميدل وير هذول مع بعض ايش بروح اعمل؟ بروح مثلا على ملف الويب، هاي اللي طبقناهم هنا في الهوم متذكرينهم، بدل ما اعطي له التو ميدل وير هذول بعطي له اسم الجروب. وهيك صار انا هذه الادمن هي جروب جواها تو ميدل وير حيطبقوا مره واحده. تمام. هاي معنى اذا هنا ميدل وير اسمه ادمن، في عندي حالتين، يا الادمن هذا بيكون اسم ميدل وير، يا بيكون اسم جروب لميدل وير. يعني الاسم انا بحطه في الميدل وير حالتين، يا هي ميدل وير لحالها او جروب تحتوي على مجموعه من الميدل ويرز. لا هو الاحمر عشان كنت انا عامل شغله، قلت لو رجعنا حاولنا نطلب صفحه الهوم، احنا عاملين لوجن صح؟ لو انا حاولت اطلب صفحه الهوم انا عامل لوجن ان ايرور في اللي هي السيمي كولون هنا مش ماسحينها. تمام. انا اصلا علي عامل لوجن وعامل فيريفاي فطبقت عليه وبالتالي سمح له. لو حولنا بيوزر ثاني اللي هو الديفولت اول يوزر عملناه اللي هو هذا اليوزر عمل لوجن فطبق في الاوثنتيكيت صح، لكن الفيريفاي ايش؟ غلط. انا انشأت اليوزر هذا بس انا غيرت غيرت الباسورد صح. تمام. هي راح وين وداني؟ يعني طبقت الاوثنتيكيت، لقت الاوثنتيكيت فكمل، لكن اجى عند الفيريفاي لقى مش عامل فيريفاي فطلب منه يعمل فيريفاي. فانا ممكن معناته اعمل جروب فيها اكثر من ميدل وير واطبق الجروب هذه بدل ما اقعد احدد الميدل وير يدويا واحده واحده. نرجع ملف الكيرنل. اذا انا معناته يا بضيف هالوقت لو انا طب الويب والاي بي اي هذول مطبقين فعليا ملف الويب اللي احنا بنشتغل عليه ملف في الراوتر، مش انا عندي ملف اسمه ويب دوت بي اتش بي. وين هذا الملف؟ هذا الملف فعليا مطبق عليه كل الميدل ويرز اللي في الجروب اللي اسمه ويب. يعني فعليا هذول الميدل ويرز كلهم مطبقين على الملف تبعي. اي راوت انا بحطه في ملف الويب دوت بي اتش بي فعليا مطبق عليه الميدل وير تبع الويب. طب مش موضوع يعني انا قدامي مش شايفها قدام عيني، بس هي هيك. لو بدك تشوفها قدام عينك بفرجيكم كيف هو طبق الويب على كل الراوس اللي مطبق اللي في ملف الويب دوت بي اتش بي. برضه في الراوس انا في عندي ملف اسمه ايش؟ اي بي اي زي شايفينه صح؟ هذا الاي بي اي فايل برضه انا ممكن احط جواه مجموعه من الراوس، هذا اللي بنتكلم عن الاي بي اي حنستخدمه. برضه كل الراوس اللي حتتعرف جوا ملف الاي بي اي حلاقي مطبق عليها الجروب اللي اسمه اي بي اي. تمام. مثلا من في الويب عامل هو حاجه اسمها ستارت سيشن. هو انا قلت لما اجي اعمل سيشن حكينا عشان اعمل تخزين لاي بيانات على مستوى السيشن، فبتشمل موضوع السياسه عرفته كل انه بتخزن في السيشن، بيشمل موضوع الفلاش مسجز اللي احنا بنطلعها بعد الابديت والديليت لانها برضه بتتخزن في السيشن. فلو كانت هذه الميدل وير مش موجوده في الويب حلاقي الشغل تبعي كله مش شغال لانه انا مش مفعل السيشن، مش مشغل السيشن. هنا مثلا لاحظين هاي كل ملفات ما ايش بتمر على الفيريفاي سي اس اف توكن، عشان هيك دائما الريكوستات اللي احنا بنبعتها كانت يتم التحقق منها من خلال ميدل وير تبع الفيريفاي سي اس اف توكن. احنا طبعا هنا اضفنا جروب جديده. هذه بالنسبه لمين؟ للبروبرتي اللي اسمها ميدل وير جروبز. طب راوت ميدل وير هذه بستخدمها للاختصارات. هتلاحظوا هي الاوث اللي احنا استخدمناها فعليا بتروح وين؟ على الاوثنتيكيت كلاس اللي تو شفناها. الجاست هيها بتروح وين؟ على الريدايركت اف. وبالتالي لو انا عرفت ميدل وير وبدي اعطيها اسم مختصر بدل ما اكتب اسم الكلاس كامل، باجي على البروبرتي هذه اللي اسمها راوت ميدل وير بضيفها هنا. تمام. بروح اعطيها الكي هو حيكون الاسم المختصر. هاي الفيريفايد اللي استخدمناها كمان هيها شايفينها. تمام. بتروح على الانشور ايميل از فيريفايد.
لانه في الوضع الطبيعي لو انا ما حطيتش الاسم المختصر بدي احط اسم الكلاس هذه كلها هيك. وين ملف الويب مثلا تبعنا؟ سكرنا ولا ايش؟ هيو مثلا انا ممكن بدل ما احط الاسم المختصر احكي زي هيك authenticate middleware نقطتين نقطتين كلاس. طبعا لما يكون عندي الاسم تبع الكلاس طويل طبعا هو اوتوماتيك عمل لي يوز للنيم سبيس فوق هيها. فبدل ما استخدم اسم الكلاس كامل كميدل وابعته للميدلوير انا ممكن احط ايش؟ الالياس تبعه اذا كان له الياس طبعا. لانه كل الالياس وين بتتعرف؟ هنا في الكيرنل على مستوى الراوت ميدلوير. فاذا له الياس انا ممكن استخدم الالياس تبعه وبالتالي بستخدم اسم يعني قصير. غير هيك بدي اضطر احط اسم الكلاس زي ما هو. عشان هيك في بعض مثلا هدول مثلا الياس لاكثر ميدلويرز انا بحتاجهم تمام. لكن فعليا في ميدلويرز ثانيه ما لهاش الياس فانا محط لو بدي استخدمها حضطر احط اسم الكلاس تبعها. بقدر انا اضيف؟ نقدر نضيف طبعا اي اسم بدي اياه واحطه هالوقت لما هنعمل احنا ميدلوير حنضيف. اذا هنا لو انا بدي اغير الاسم بقدر اغيره اصلا بدل اوث احط اسم ثاني. لو بدي اضيف ميدل وير او الياس لميدل وير جديد بضيفها بنفس الاليه. اخر شغله حنلاقيها في ملف الكيرنل حاجه اسمها الميدل وير بريوريتي تمام اللي هي اولويات. يعني احنا اتفقنا الريكوست بيمر على مجموعه من الميدل ويرز فمين الميدل وير اللي حيمر عليها في الاول مين اللي في مين اللي وراها مين اللي وراها. فانا بحدد الاولويات بتاعت الميدل ويرز باي ديفولت. هو كيف بيبدا؟ بيبدا حسب ترتيبهم في الاري او انا كيف طبقتهم. يعني لقيت انا جيت هنا مثلا وين احنا عملناها في الويب هنا لما كنا حاطين ايش حاطين كنا اوث وايش حاطين وراها فيريفاي. فهو بيمشي بالترتيب اللي انا حددته هنا. هذا الوضع الطبيعي تمام. الوضع الطبيعي في كيف هو بيستدعي الميدل وير حسب الترتيب اللي انا لما حميت الراوت تبعي بالميدل وير فهو هيستدعي الميدل وير بالطريقه اللي انا ضفت فيها الميدل ويرز. لكن في بعض الاحيان في ميدل ويرز حتى لو انا ضيفها في الاخر لها اولويه عن غيرها تمام. في الحاله هذه بنعرف الاولويه في الميدل وير بريوريتي تمام. هيك بتصير. طبعا مش شرط احط كل الميدل ويرز بس الموجودين هنا حيكون لهم اولويه عن باقي الميدل ويرز حيتم استدعائهم في الاول وحسب الترتيب. لاحظوا مثلا اول بريوريتي عملها لمين؟ للستار سيشن. لانه فعليا كل شغلي بيعتمد على السيشن. موضوع اللوجن بيعتمد على السيشن. موضوع الفلاش مسجز بيعتمد على السيشن. السي اس ار اف توكن بيعتمد على السيشن. عشان هيك هو معطي الاولويه للميدل وير تاعت الستار سيشن في الاول. وراها مثلا موضوع الشير ايرور وفي مثلا هاي الاوثنتيكيت. ما بينفعش يعمل اوثنتيكيت قبل الستار سيشن لانه اصلا الاوثنتيكيشن تخزن في السيشن. فكيف بدي افحص الاوثنتيكيشن وانا لسه مش مشغل السيشن؟ عشان هيك هو هنا حدد بعض الاولويات عشان حتى لو انا بالغلط رحت حطيت الاوثنتيكيت قبل السيشن هنا هو ايش يسوي؟ هيستدعيهم بالترتيب الصح. فلو انا معني بموضوع الترتيب الميدل ويرز فانا ممكن اجي هنا مثلا اضيف لو انا كنت ضايف ميدل وير معين وبديها تطبق كاولويه معينه بضيفها تمام. هذه نادر ما احنا نحتاجها. لكن لو انا محتاج انا عرفت ميدل وير معين ومحتاج تطبق قبل ميدل وير ثانيه لازم معناته احدد الاولويه تاعتها هنا. طبعا الاولويه حسب الترتيب يعني اول عنصر في الاري هو حيكون الاول وهكذا. طيب كيف انا بنشئ ميدل وير؟ هالوقت لما احنا اشتغلنا في موضوع الاوثنتيكيشن عملنا بدنا نعمل وقت ميدل وير لموضوع اليوزر تايب. احنا لما عملنا الاوثنتيكيشن احنا عملنا تيبل واحد اسمه يوزرز بس هذا التيبل ممكن يكون جواه يوزر نوعه ادمن ممكن يوزر نوعه يوزر عادي صح؟ يعني لقيت احنا في الداتا بيز انا عامل مجموعه من اليوزرز وعملنا لهم تايب تمام. انا بدي اعتبر كل هذول اللي عملوا من صفحه الريجستر بدي اعتبرهم يوزر عاديين تمام. بدنا نخلي اول يوزر فقط هو مين؟ الادمن. فانا هنا يدويا هعدل على التايب تبعه من يوزر لايش؟ لمثلا حتى ادمن او سوبر ادمن خليه ادمن مش هتفرق كثير تمام. طيب هيك معناته انا اصلا صفحه الادمن لو اجى يوزر عادي حاول يفوت حيفوت ولا لا؟ حاليا في الوضع الحالي حيفوت لانه انا بفحص اذا هو عامل لوجن او لا. فالادمن عامل لوجن واليوزر عامل لوجن. الوقت انا بدي اعمل ميدل وير خاصه فيا
انه لا حتى لو عامل لوجن لازم يكون نوع اليوزر ايش ادمن. فعشان اعمل شغله زي هيك لازم اعملها كميدل وير, لان انا بتحقق من الريكويست قبل ما يصل للكنترولر, فلازم احط التحقق تبعي وين كميدل وير. عشان هيك هنعمل ميدل وير مثلا نسميها از ادمن, تفحص اليوزر الحالي اللي بيحاول يفوت على الصفحه از ادمن او لا, وطبقها على الراوس الخاصه بالادمن بتاعتنا. كيف ننشئ ميدل وير؟ طبعا زي كل الكوماندز اكيد في كوماند خاص بعمليه ايش انشاء ميدل وير. فاحنا نيجي نحكي ايش بي اتش بي ارتيسان ميك نقطتين ميدل وير, وبعطي اسم للميدل وير مثلا نسميها تشيك ادمن مثلا. هاي انا هيك افترضت اسم الميدل وير تبعي تشيك ادمن تمام, او ممكن نسميها تشيك يوزر تايب عشان لو بدي اخليها عامه. خلينا نحكي تشيك يوزر تايب تمام. ميدل وير كريت سكسسفول, وين حيخزن لي الكلاس تبع الميدل وير؟ في مجلد الميدل ويرز. هاي في الميدل وير ضاف لي هنا ايش هاي الكلاس اللي انا قبل شوي ضفتها اللي هي تشيك يوزر تايب تبعتنا. ايش في قلبها؟ ولا حاجه. الوقت كل ميدل وير لازم يكون جواها ميثود اسمها هاندل. الهاندل هذه بتستقبل الريكوست نفسه وبتستقبل الكلوجر اللي هو النكس, اللي هو فعليا لو كان كل شيء سليم اقول له كمل. عشان هيك دائما الميدل وير بتعمل ريتيرن لايش؟ للنكست نفسه وبتبعت له الريكوست الحالي. طب هذا النكست فاريبل كيف استخدمها كفانكشن؟ عادي, انا ممكن فاريبل اكون مخزن جواه فانكشن, وبالتالي لما استدعيه هيك وفعليا استدعى الفانكشن تمام. يعني انا ممكن مثلا هيك تشوفوها, انا ممكن اعرف فاريبل مثلا اسميه اكس يساوي فانكشن بتعمل عملية معينة بدون اسم طبعا, مثلا واحد بتعمل مثلا ريتيرن لواحد زائد واحد يعني بترجع لي اثنين. لقيت لما بدي استدعي الفانكشن هذه كيف بستدعيها؟ بحكي له زي هيك اكس قوسين. فاريبل نفسه عبارة عن قيمته عبارة عن فانكشن تمام. فلما تتعامل معه ما ينفعش احكي له اكس زي هيك, لانه يعني اكس نفسها قيمتها فانكشن, فبتعامل معها كأنها فانكشن ثاني بس على شكل ايش؟ فاريبل. فعادي يعني لو انتم شفتوا زي هيك فاريبل وراه قوسين اعرفوا انه هذا الفاريبل جواه اصلا فانكشن. طيب الوقت احنا يفترض هنا بدي احط اللوجيك تبعنا, انه انا بدي افحص اليوزر اذا كان عامل لوجن. طيب اذا كان عامل لوجن لازم يكون نوعه مثلا ادمن, فنعمل اللوجيك اللي احنا بدنا نعمله. اجيت نفحص اف هنستخدم الاوث واحكي له ايش؟ تشيك. هذا ايش حكينا بتعمل؟ بتفحص اذا اليوزر عامل لوجن او لا تمام. طب اذا كان مش عامل لوجن اف نوت, يعني انا حاط نفي اذا ما كانش عامل لوجن فيفترض اصلا ممنوع يفوت. فانا ايش ممكن احكي له هنا؟ ريتيرن, ولو بدنا ريدايركت معناته ريتيرن لا حاجه للريدايركت لصفحه اللوجن. ريدايركت وين حيروح؟ ممكن نجيب صفحة اللوجن اللي هو اسم اللي هو الراوت اللي اسمه لوجن. احنا اتفقنا الريدايركت ممكن ابعت لها الراوت جواها او بالسهم وراوت. طيب هالوقت طب ماشي عدى الاف هذه معناته عامل لوجن, بدي افحص هالوقت ايش بدي افحص؟ اليوزر نفسه اذا التايب تبعه ادمن او لا. فكيف بدنا نجيب اليوزر؟ هنا السؤال الوقت المهم, اليوزر العامل لوجن كيف بدي اجيب الاوبجكت تبعه؟ نفس الشيء من الاوث انا بقدر اجيب اليوزر, يوزر فاريبل يساوي كيف اجيب اليوزر الحالي العامل لوجن؟ برضه بستخدم الاوث تمام نقطتين, وفي عندي حاجه اسمها يوزر. فهذه بتروح ترجع لي الموديل تبع اليوزر العامل لوجن, يعني حترجع لي موديل من نوع يوزر اللي هو الكلاس اللي اسمها يوزر. هذه وراحت, هذا الكلاس اللي اسمه يوزر شايفينها, هذه موديل في النهايه صح. فهذا الموديل لما انا احكي له اوث يوزر حيرجع لي اوبجكت من هذا الكلاس, يعني حيرجع لي موديل يوزر, وبالتالي انا حقدر اصل لكل البيانات اللي في الداتابيز تبعته. وين الميدل وير تاعتنا؟ فانا جبت اليوزر, فانا قلت له بدي افحص اف اليوزر التايب تبعه اللي هو الكولوم في الداتابيز اسمه تايب لا يساوي
ادمن، او خلينا نحكي اذا كان يساوي يساوي يوزر، على اساس انه الادمن والسوبر ادمن يفترض ايش يفوتوا. فانا عندي، فانا استثنيت مين اللي هو فعليه، اذا كان يساوي يوزر انا هذا بديش اياه، بديش يفوت. فايش بدي احكي له؟ مش هقول له روح على النكس، بقول له ارجع على صفحه الهوم او تطلع له رساله انه انت مش مسموح لك تفوت هنا. طب مش هرجع على صفحه اللوجن، هو اصلا عامل لوجن، فيا بدي اعرض له رساله تمام، يا بدي مثلا اواجهه في مكان ثاني. قلت انا ممكن اعرض رساله بشكل سريع زي هيك، احكي له ابورت، هذه فانكشن احنا استخدمناها لما حطينا 404، او قد ممكن احكي له 403. 403 اللي بتعطي كلمه، اللي بتعطيني فوربيدن. 404 نوت فاوند، هو مش نوت فاوند، هو ممنوع يدخل. ف 403 الكود للفوربيدن تمام. فالابورت حتوقف الشغل، فبلي حتعرض له رساله انه انت مش مسموح تدخل على الصفحه هذه. غير هيك اذا كان هو اصلا عامل لوجن، واذا كان هو اصلا التايب تبعه مش يوزر، خلص كمل، روح كمل يعني، ابعت الريكوست على النكست ميدل وير تمام، اذا كان في ميدل وير غيرها. طيب اذا هذه الميدل وير انا عملتها، كيف بدي اطبقها؟ اول شغله حنشوف، لو انا بدي اعطيها اختصار اسمها طويل، فاول شغله بدي اعطيها اختصار، فاحنا وين نحط الاختصار؟ حكينا نروح على الكيرنل على الراوت ميدل وير ونيجي نعطيها ايش؟ اختصار. ممكن اختصرها مثلا الاوث، بلاش اوث تايب، يوزر دوت اوت تشيك، اي اسم اختاروه، تشيك يوزر، تشيك يوزر سميتها مثلا، او تشيك ادمن عشان احنا حاليا بنعتمد الادمن، تشيك ادمن تمام. هذه حتاشر على وين؟ على الكلاس تبعتنا اللي هي ايش احنا سميناها، تشيك يوزر تايب، نحطين كلاس انا بدي اسمها طبعا، هو عمل لها يوز فوق تمام. هالوقت انا بدل ما احط هذه في الميدل وير بحط الاختصار تبعها، انا سميته تشيك ادمن. وين بدنا نحمي؟ خلينا نروح على ملف الويب تبعنا، الميدل وير الجروب اللي هنا طبقناه، بدل ما انا كنت احكي له هات لي الاوث بشكل عام، هنا بدي اقول له لا طبق اللي هي الميدل وير اللي اسمها تشيك ادمن، هو الالياس اللي احنا عرفناه في الكيرنل هذا. وين رحنا؟ وين راحت الويب؟ تمام. الوقت مش يكون عامل لوجن، لا لازم يكون نوعه ادمن. فاحنا اليوزر الحالي احنا فايتين في ايش نوع ايش اسمه، هذا ادمن. فيفترض لو انا حكيت له روح على الادمن كاتيجوريز يفوت تمام. نعمل لوج اوت تمام. مش الساين اوت مش شغاله اللي هنا، نعمل لوج اوت من صفحه الهوم. تارجت كلاس في فايل من هذه انا حاطين الميدل وير اسمه مش فيريفاي، اسمه فيريفايد. وهيك طبعا انا هوقفها لانه حيقول له، يقول لي ايش اعمل فيريفاي، او خليها انا قادر اعمل لوجن مش مشكله، هي لوج اوت. طيب نفوت بيوزر مثلا زي اخر واحد عملنا اللي هو علي، علي يوزر عادي، فهو فعليا بيقدر يعمل لوجن تمام. بس لو حاول يروح على صفحات الادمن بتاعتنا ايش قال له هنا؟ هاي الفوربيدن. هو اذا التشيك الاول اللي احنا حطيناه في، نرجع وين راحت؟ تشيك يوزر. التشيك الاول تبع اذا هو عامل لوجن فلت منه، لانه هو فعليا عامل لوجن تمام؟ بس عند التشيك الثاني لقى انه ايش؟ هذا نوع يوزر، انا ما نوع اليوزر العادي، فراح ايش قال له؟ 403. طبعا انا ممكن احط رساله لو انا بدي، هذه الابورت ممكن اعطيها المسج مثلا مثلا you are not admin. فلو حاول يدخل الصفحه هتطلع له ايش؟ الرساله انا كتبت له اياها. لو انا بدي اكون مصمم صفحه معينه ممكن عادي اعمل هنا ايش؟ بدل الابورت اجي احكي له الريتيل لملف فيو معين، وانا هذا الفيو بيكون فيه مثلا التصميم تبع رساله الخطا اللي انا بطلع له اياها، او ريتيل لراوت معين. انا بحدد يعني في النهايه انا بدي اعمل ريتيل لريسبونس،
يا بعمل ابورت يا بعمل ريتيرن لفيو او بعمل ريدايركت لصفحه ثانيه. فانا بحدد ايه وين يروح لو كان في مشكله في الـ في التشيك تبعنا. طيب لو انا هذه الميدل وير بدي اخليها عامه، يعني انا بدي اصير اليوزر اللي انا بحدده هو المسموح عليه يفوت. يعني لو انا حكيت انه مثلا التشيك تايب اذا كان يوزر معناته مسموح، يعني بدنا نخلي هذه الجوت انا اختصرتها انها صارت فزع قد الادمن. انا ممكن اخلي الميدل وير تبعتي تستقبل فاريبلز، تمام، بحيث انه انا ممكن هذه الميدل وير تصير انا بدي افحص والله هذه الصفحه بدي يفوت عليها يكون من نوع يوزر، هذه الصفحه بدي يفوت عليها بدي يكون من نوع ادمن. فانا صار بدل ما اعمل ميدل وير لوحده لليوزر وحده للادمن، يعني اعمل تو ميدل وير، انا ممكن اخلي ميدل وير وحده وتستقبل النوع اللي انا بدي افحصه وبناء عليه اقارن هذا مسموح يفوت او لا. مثلا انا محاسب في صفحه المحاسبه انا مسؤول. فانت بدل ما كل مره هذه لا، الموضوع ممكن نتكلم عنه بموضوع صلاحيات، لكن هنا مثال مبسط لو انا مش عامل نظام صلاحيه زيك. مثلا لو هذه الصفحه المحاسبه بحكي انه نوع اليوزر يكون محاسب زي هيك. طب فهاتوا انا عشان ابعت بارامترز للميدل وير كيف بنعملها. هاي ملف الويب وهي الميدل وير اللي احنا عملناها اللي اسمها تشيك ادمن. الوقت انا عشان ابعت بارامتر لهذه الميدل وير بحط وراء اسم الميدل وير بحط نقطتين زي كذا، تمام، وهنا بحكي له ايش ادمن. هيك ايش معناته؟ انه انا بعتت لهذه الميدل وير فاريبل قيمته ادمن، القيمه تبعته ادمن، تمام. طيب هيك انا بعتت فاريبل، كيف بدي استقبله؟ بدي استقبله وين؟ في الميدل وير طبعا. هنا وين حنستقبله؟ في الهاندل بعد الريكوست وبعد النكست اي ارجيومنتس مبعوثه بستقبلها هنا. يعني اروح احط هنا حاجه اسمها مثلا تايب، تمام. هيك صار انه انا التايب هذه هتحتوي على القيمه المبعوثه لي لما الشخص طبق الميدل وير. انت لو حكيت تشيك يوزر نقطتين ادمن معناته حيبعث لي ايش في التايب هذه حتكون قيمتها ادمن. فانا هيك بصير اقارن إذا كان مثلا اليوزر الحالي لا يساوي التايب اللي أنا سامح فيه، أنا هنا حاطط ايش في التايب بدي أحط قيمة بسمح فيها. هعمل يعني هنا عملية عكسية. يعني أنا ببعت التايب اللي أنا بدي أسمح له. فإذا كان اليوزر الحالي التايب تبعه مش اللي أنا سامح له، فأنا بعمل له ايش؟ أبورت اللي احنا عاملينها هنا. هيك صارت جنرال هذه، صارت بإمكاني الوقت كل مرة أستدعيها أبعت نوع مختلف من اليوزر. بدل ما انا كنت مقيدها على مستوى الادمن مثلا. هاي نحاول مره ثانيه نفس الكود برضه فوربيدن، لانه يعني اليوزر الحي برضه مش ادمن. اكيد لو انا بدي اخليه يفوت اخلي هذا اليوزر يقدر يفوت، بروح اغير هنا في الميدل وير اقول له انا بدي اسمح باليوزر اللي نوعه يوزر. يعني بعثت القيمه اللي انا بعثتها للميدل وير بدل ما كانت ادمن صارت يوزر، وفعليا اليوزر الحي العامل لقى نوعه اصلا يوزر ففات. فبدل ما اعمل اكثر من ميدل وير ممكن اعمل ميدل وير واحده واخلي هذه الميدل وير تستقبل قيم. طب لو انا بدي ابعت اكثر من قيمه، رحت حكيت مثلا بدي اسمح بالادمن وبدي اسمح بالسوبر ادمن، فلاحظوا ايش حطيت انا هنا، حطيت فاصل، معناته فعليا انا بعتت هنا قيمتين، تمام، وبالتالي ممكن استقبلهم كيف؟ هاي تايب اروح احكي له تايب واحد فاصلة تايب اثنين. طب لو بدي بعت لي تايب ثلاثة بدي اضلني اضيف ارجيومنتس الى حل. لا مش الاستفهام، الثلاث نقط، تمام. بس مبدئيا هيك انا التايب واحد حيكون جوا الادمن والتايب اثنين حيكون جوا السوبر ادمن. لو انا بدي اخلي الميدل وير تبعتي تستقبل اي عدد من الارجيومنتس حنيجي نلجا لموضوع انه انا احط ثلاث نقط متذكرينها. لو انا هيك بتصير هذا ايش في ارجيومنت بيستقبلهم، تمام، وبالتالي هذا التايب بتعامل معه جوا هنا على انه ايش؟ على انه اري، تمام. فانا اكيد بدي افحص قيمه موجوده في الاري او لا، كيف بفحصها؟ هذه لو كانت بقارن سنجل اكيد انا بدي افحص هل اليوزر تايب موجود في الاري اللي انا بعتها او لا. هي الصح حتعمله فور ايتش، بس احنا ممكن نعملها زي هيك اف في عندي فانكشن اسمها ان اري. ان اري عن ايش بدور؟ بدور عن اليوزر تايب تبعنا هذا، هل موجود في الاري اللي اسمها تايب اللي هو المبعوث لي هنا
تمام. اذا موجود هوجد انا اذا موجود بدي معناته مسموح له، فانا بحكي له اف نوت، هحط هنا نفي. يعني اذا قيمته مش موجوده في الاري معناته بتعطي له ابورت، انت ممنوع تفوت. تمام. هنا فعليا انا بعد ادمن وسوبر ادمن، اليوزر الحالي عامل الوقت هنا حيعطيني ابورت، لانه انا حاليا عامل بلوجن يوزر وانا سامح فقط بالادمن والسوبر ادمن. طب لو انا بدي افترض بديش ابعت قيم، يعني بدي اخلي القيم هذه اوبشنال، يعني ممكن ابعتها ممكن ما ايش ما ابعتهاش، ايش لازم اعدل هناك؟ بدنا نعطي له هنا قيمه ايش؟ افتراضيه. تمام؟ اللي غالبا حتكون او احنا مش محتاجين الطريقه هذه، مش محتاج انا ابعت. ليش؟ لانه هذه بتعني اذا انا باعت اي ارجيومنت بعد النكس فهي صارت هيك اوبشن، هذه فعليا تعتبر اوبشنال. لكن لو انا شغال زي كده انه فاريبل واحد يعني بدون النقط، قلت لو انا اشتغلت انه انا بستقبل فاريبل واحد مش على انه اري، يعني الوضع اللي قبل شويه كنا عاملينه، عشان يصير اوبشنال لازم احكي له مثلا انه الاوبشن تبعته يكون الديفولت مثلا ادمن مثلا. تمام. يعني لو انا بدي اخلي الارجيومنت اللي انا بدي ابعته للميدل وير انه ممكن ابعته ممكن ما ابعتوش، معناته لازم الارجيومنت اللي في الفانكشن بتاعت الهاند المقابله لإله تكون ايش برضه؟ اوبشنال. تمام. في الوضع الطبيعي لما استخدمنا موضوع الثلاث نقط هي تعتبر اوبشنال. ليش؟ لانه هذه بتحكي اذا في الارجيومنتس اذا موجود حيحطهم في اري، مش موجودين حتكون الاري فاضيه، فبالتالي مش محتاج اني اعطي ديفولت فاليو. هاي انا رحت شطبتهم من هنا بس هيك. طبعا اليوزر هيك لا هو اليوزر ولا غيره حيفوت ولا حتى السوبر ادمن، لانه انا فعليا انا مش باعت له اي نوع من انواع اليوزرز، فصبر في اي يوزر حيقول له ممنوع. لكن هذا بس توضيح للاستخدام. احنا طبعا حنسمح نرجع مره ثانيه نحكي حيكون مسموح للسوبر ادمن يوزر وحيكون برضه مسموح بالادمن. اذا موضوع الميدل وير بسيط جدا، كل ما علي انه انا بس بنشئ ميدل وير باستخدام كوماند الميك ميدل وير وبعطي اسم للميدل وير جوا الهاندل ميثود بتاعت الميدل وير. وين راحت؟ مش هادي طبعا، هذول احنا هاي جوا الهاندل انا ايش بعرف؟ بحط اللوجيك اللي انا بدي اعمله، الفحص اللي انا بدي افحصه، بناء عليه بقرر هل يكمل للنكست ريكويست ولا لا، اوقفه عند حد معين واقول له يا برجع على صفحه معينه او بعرض له اي رساله انا بدي. اي هاي كل فكره الميدل وير. وشفنا ملف الكيرنل بستخدمه عشان اضيف الميدل وير هذه، سواء اعملها اختصار زي ما عملنا هنا، او لو انا بدي هذه تطبق على كل الراوس. لو انا بدي هذه الميدل وير انا انشاتها تطبق على الكل، وين بحطها؟ هنا في الميدل وير. حكيت لو انا حطيتها هان معناته انا مش محتاج اصلا احرفها وين؟ في الجروب. يعني اروح على الجروب هشيلها كلها. تمام. بس مع هيك حتطبق، لانه انا طبقتها كديفولت على كل الابلكيشن تبعي، صارت هذه من ضمن الميدل ويرز الديفولت، حتطبق مع الابلكيشن. هاي برضه مرة ثانية انا وقفتها هنا في الراوت، بس مع هيك برضه ايش؟ شغالة. ودخل في انفينيت لوب، اقول لكم ليش. هنا دخل ريدايركت تو ماني، دخل في انفينيت لوب، لانه هو هنا بده يحدد البريوريتي تاعتها. بديش اياها تشتغل قبل الاوث وقبل السيشن. فهي تشيك يوزر تايب، وين رحنا؟ عفوا، في الكيرنل، عشان حطيتها على مستوى كل الجروب. تمام. وفي نفس الوقت انا حكينا كل الراوس تبعتنا حتكون مطبق عليها مين؟ الويب. فهي فعليا اشتغلت قبل ستارت سيشن. تمام. فانا ممكن اجي تحت احطها انه هذه في البريوريتي، احطها تحت انها تكون في الاخر تقريبا، او على الاقل بعد الاوثنتيكيت، لانه هي بتعتمد على الاوثنتيكيشن، فانا ممكن احطها انها يكون ترتيبها بعد في البريوريتي بعد الاوثنتيكيت. نجرب ثاني.
لا برضو دخل في الانفينيت لوب. هي ما كان اصلا هنا غلط لانه هي اللوجيك تبعها غلط ان احطه يتطبق على كل السيستم، لانه هيك منعت كل الصفحات، يعني حتى صارت اللوجين بيج بتتطلب. وليش اعطاني هذه المشكله؟ هي مش قصه بريوريتي الوقت، صارت حتى اللوجين بيج مطبق عليها مين؟ مش هيدخل صح الميدل وير هذه صح، وبالتالي حتى اللوجين بيقول لك تعال لك تكون مسجل، وهذا طبعا خطا عندنا عشان هيك دخل في انفينيت لوب. بيروح على اللوجين بيقول اللوجين لا طب اعمل لوجين، بيرجعوا على اللوجن، هذا اللي صار. هي مكانها غلط، لكن بشكل عام لو انا بدي لو هذه ميدل وير ما لهاش علاقه بالاوثنتيكيشن وبدها تطبق على كل الابلكيشن تبعي بحرفها وين؟ جوا الميدل وير هذه. بس هو احنا غلط نحطها هنا لانه بتعمل حتى وقفت لي اللوجن بيج. تمام. موضوع البريورتي انا ممكن بشكل صريح اضيفها على البريورتي او ما اسيبهاش او ما اضيفها. انا ضفت هنا مثلا انه يكون بريورتي تبعتها بعد الاوثنتيكيت احتياطا. تمام. طيب عشان نخلص موضوع الراوس بشكل كامل، اتفقنا الوقت كل الراوس اللي معرفه في ملف الويب دوت بي اتش بي هيتطبق عليها الجروب اللي اسمه ويب. كيف صارت هذه الشغله؟ في مجلد الاب في عندنا حاجه اسمها بروفايدرز، شايفينها؟ تمام. في البروفايدرز هتلاقوا حاجه اسمها راوت سيرفيس بروفايدر. في الراوت سيرفيس بروفايدر هي كلاس فيها مجموعه من البروبريتيز. تمام. هتلاقوا فيها هذه راوت، احنا عارفين الراوت ليش بنستخدم، عشان اعرف راوت ميدل وير ايش استخدم هنا، اسم الجروب اللي اسمه ويب، طبق عليه نيم سبيس معين. من وين جاب النيم سبيس؟ من الديس نيم سبيس. ايش الديس نيم سبيس؟ لو طلعنا فوق هيها عباره عن مين؟ الكنترولرز كلها. عشان هيك لما كنا نعرف في ملف الويب تبعنا نحط اسم الكنترول، ما كناش نحط النيم سبيس تبعه لانه هنا هو محدده مسبقا، معطيني النيم سبيس فصار عليه بس احط اسم الكنترولر. طيب بعد ما احط الرولز هدول راح انشا جروب. في الجروب ايش اعطاها؟ ملف مين؟ ملف الويب. ففعليا ملف الويب هو جزء من الجروب هذه، يعني كل الراوس انا بعرفها في الجروب اللي في ملف، عفوا كل الراوس اللي في ملف الويب هي اصلا تابعه للجروب هذه اللي مطبق عليها الميدل وير تبع الويب. نفس الكلام بينطبق على ملف الاي بي اي. هتلاحظوا هو ايش عامل هنا؟ عامل راوت معطي له بريفكس اسمه اي بي اي، وبرضه معطي له ميدل وير اسمه الاي بي اي جروب بتاعتنا، ومستخدم نفس النيم سبيس، وطبق وراح ايش هذا طبقه على الجروب لمين؟ لاي راوت هتتعرف جوا ملف اللي اسمه اي بي اي دوت بي اتش بي. طب انا ممكن اعمل زيه لو انا بعمل ملف راوت غير هذول الاثنين، ممكن اعمل؟ ممكن. معناته انا ممكن اجي مثلا اعمل نسخه من هذه واعمل مثلا هنغير اسمها طبعا بنسميه مثلا ماب ادمن راوس. مثلا بدي اخلي كل الراوتات الراوس الخاصه بجزئيه الادمن في ملف لحال مش في ملف الويب. تمام. طيب ايش البريفكس تبعها؟ مثلا كلها تابعه للادمن. الميدل وير هنستخدم الميدل وير اللي احنا عملناه اللي هو اسمه تشيك، هنستخدم هنا ميدل وير تبع الويب لانه انا فعليا بدي استخدم الويب ميدل وير، وبدي استخدم برضه الميدل وير تبع التشيك يوزر ويكون نوعه يا اما سوبر ادمن او ادمن. النيم سبيس هنا ممكن احدد النيم سبيس، الوقت احنا كان عندي عملنا احنا نيم سبيس جديد اسمه ادمن، فانا بدل ما كل مره كنت اكتب النيم سبيس ممكن احطه هنا، اقول له النيم سبيس عباره عن اللي هو طبعا كنص هنكتبه اللي هو في الاب HTTP controllers جواها عندي الادمن نيم سبيس. طب هفتح جروب وهعمل راوز وهفترض انه في عندي ملف اسمه ايش؟ ادمن دوت بي اتش بي. فهيك انا انشأت ملف راوت جديد اسمه ادمن. هذا الملف هالوقت هعمل له انا كرييشن هنا جوا الراوتس، هعمل نيو فايل اسميه admin.php. هذا الملف هيتطبق عليه كل اللي انا عرفته في الراوت سيرفيس بروفايدر. فعليا صار بامكاني اخذ وين ملف الويب تبعنا، اخذ كل الكود المكتوب هنا واحطه مباشره بدون ما اعمل جروب. يعني هاي كات او واحطه وين؟ في ملف الادمن طبعا، ملف php في الاول،
نحط فيه. احنا هيك عملنا كوبي لأي شيء فاضي. كنترول زد كنترول اكس. تمام. لاحظوا مش محتاج احط البريفكس ولا محتاج احط النيم سبيس تبع الادمن لاني انا حددته اصلا هنا. هنا حطيت هنا البريفكس وهي النيم سبيس وحطينا برضه الميدل وير. تمام. فانا صار بامكاني جوا الادمن على طول اكتب الاكواد تبعتي بدون ما اكون معرف الجروب اللي احنا كنا عاملينه لما كنا شغالين في ملف الويب. في ملف الويب هذا كله امسحه كانه بطل موجود. هيك مثلا هين شلته وهي الادمن موجود وهنا انا عرفت هذه. بس هذه عشان يتم استدعائها بدي اضيفها وين؟ هنا في الماب هو بيستدعي this map API و this map web. حضيف مين الفانكشن تبعتي اللي هي this وسميناها map admin browse. يعني استدعي الميثود اللي انا قبل شوية كتبتها لازم احطها جوا الماب. تمام. عشان يستدعيها غير هيك مش هيستدعيها. هجيت لو انا ريفريش هاي بلاس اللي اسمها check user does not exist. انا وين حطها؟ هنا دخل على شغلة تانية. انا هيك كاتب اصلا مش مكتوبة هيك اظن غلط في كابيتال. انا كتبتها في الكيرنل بتبين معنا. وين الكيرنل تبع ال تشيك ادمن انا مسميها اصلا مش تشيك يوزر. هذيك هي تشيك يوزر كابيتال. لا هذا اسم الكلاس بس انا حطيت الاختصار. فانا حطيت اختصار غلط فقال لي مش موجود. حاول يعتبره كلاس واعتبر هذه الكلاس مش موجوده. انا عشان بس كتبت خلينا نصلحها. هي اصلا بدها تكون اسمها تشيك يوزر هالوقت لانه صارت عامه. خلينا نسميها تشيك يوزر. لا هي في الميدل وير بس استخدمناها. وين حطيتها هنا في الميدل وير؟ اللي هو هنا وين راحت؟ هي تشيك يوزر وبعثت لها البارامترز. مره ثانيه ريفرش. فوربيدن يو ار نوت ادمن لاني فايت بلوجن اليوزر صح. طب صفحات اللوجين حتت الهوم متأثرة افترض هيني بطلع ونفوت باليوزر اللي هو اللي يعتبر ادمن. تمام مش عامل فيريفاي وراح لانه راح على الهوم. تمام بس مش مشكلة قلت لو لكن لو راحت على الادمن كاتيجوريز حيفوت يفترض. تمام. فهي الراوس ظلت الراوس شغاله مع اني نقلتها من ملف الويب لملف جديد. فهذه برضه طريقه لو انا عندي الراوس كثيره فبدل ما كل الراوس تبعتي احطها في ملف واحد اسمه ويب دوت بي اتش بي انا برضه ممكن الراوس تبعتي احطها في عده ملفات. عشان نعمل الخطوه هذه محتاجين نروح على الراوس سيرفيس بروفايدر ناخذ نسخه من اي واحده من هذول سواء من الماب ويب راوس او من نسخه من ايش الماب اي بي اي راوس ونضيفها ونعمل رينيم طبعا للفانكشن. تمام. نحدد ايش الراوتس تبعتي اللي هي الصلاحيات ايش البريفكس لو انا بدي اضيف البريفكس لو بدي اضيف ميدل ويرز لو بدي اعمل نيم سبيس مختلف. تمام. في النهايه في الجروب بكون ايش عامل انكلود لملف الراوت اللي انا حكون منشئه. تمام. هذه الميثود حروح ايش نتاكد انه تم استدعائها جوا الميثود اللي اسمها ماب. هيك انا صار بامكاني اعمل ملفات راوتس غير ملفات الديفولت تبعت الويب والاي بي اي. طيب احنا شوفنا كيف نقرا بيانات اليوزر. لما عملنا الميدل وير اخذنا معلومتين هنستخدمهم هالوقت اللي هي كيف انا افحص اليوزر عامل لوجن او لا من خلال الاوث فاكيتس هذه. تمام. بستخدم فانكشن اسمها تشيك هل بترجع لي ترو او فولس هل اليوزر عامل لوجن او لا. لو انا بدي بيانات اليوزر نفسها ممكن استخدم الاوث يوزر. تمام. في عده طرق ثانيه. طريقة تانية انا ممكن من نفس الريكوست اوبجكت هذا اجيب الكرنت يوزر برضه. تمام. يعني انا ممكن اجيب اليوزر مش هيك اجيبه هيك يوزر يساوي الريكوست نفسه الاوبجكت تبع الريكوست في عندي برضه جوا ميثود اسمها يوزر. تمام. فانا ممكن اجيب اليوزر من الاوث فاكيت او من الريكوست نفسه. هذا حاطين لي نفس الناتج مش هيقول لي خطا. طيب
لو انا معني بالاي دي تبع الوقت هذا فعليا يوزر، لو انا بدي اعرف الاي دي تبعه عادي بحكي له يوزر ايش اي دي، تمام. طب انا بديش اجيب اليوزر نفسه، انا معني بالاي دي بشكل مباشر، انا ممكن استخدم حاجه اسمها اوث نقطتين اي دي. هذا ايش بترجع؟ بترجع الاي دي تبع الكرنت يوزر، يعني بترجع ليش كل اليوزر، بترجع لي بس الاي دي تبعه. ايش الاي دي؟ هو الاي دي تبعه في الداتابيز، الرقم هذا اللي هو 1 2 3 4. لو انا معني بالرقم فقط بدون ما اجيب كل اليوزر، تمام، باجي بحكي له ايش اوث اي دي بدل ما احكي له اوث يوزر. طيب تمام الوضع، في حاجه مش مفهومه؟ طيب احنا عملنا شغله المره الماضيه عشان الموضوع اليوزر نيم. ليش عملنا موضوع اليوزر نيم؟ عشان قلت انا بدل ما اليوزر يعمل لوجن بالايميل بدي اخليه يعمل لوجن باليوزر نيم. طب عشان نتاكد كل هاي كل اليوزرز لهم يوزر نيم، تمام. عشان نعدل الشغله هذه في التعديل بسيط جدا، بنروح على الكنترولرز. انا وين بدي اخليه يعمل لوجن؟ في اللوجن كنترولر، تمام. في اللوجن كنترولر بروح اضيف هنا فانكشن، في اي شغله طالما موجوده جوا مجلد الاب انا قادر مسموح لي اعدل عليها، تمام. اي كلاس اي ملف في حدود الاب فولدر تبعي بقدر اعدل فيه ايش ما بدي، اضيف او احذف منه، تمام. ممنوع اعدل عليه اي شغله موجوده في الفندور، تمام، لانه هذيك مش الي، هذيك الشيء عام. طيب هلا وقتنا هنا ايش ممكن اضيف؟ هنا بقول لي طبعا عشان تعدل في عندنا شغلتين. اول شغله موضوع ريدايركت تو، هذه عشان ما حكيناش عنها. هذا ايش معناته؟ انه بعد ما اليوزر يعمل لوجن وين اوجهه؟ تمام؟ هو ايش طبعا مستخدم نفس الكونستنت تبع الهوم، يعني هو فعليا بيروح يحط حاطط في الريدايركت تو حاطط الراوت تبع الهوم، انه بعد ما يعمل لوجن يرجع للهوم. فلو انا معني انه بعد ما يعمل لوجن اوديه على صفحه ثانيه، بغير هنا في الريدايركت تو ايش بحط فيها؟ الصفحه اللي انا بدي اياها. طيب نبدا بموضوع النيم. الوقت عشان اخليه بدل ما يعمل لوجن بالايميل يعمل لوجن باليوزر نيم، باجي بحكي له هنا public function اسمها يوزر نيم. هذا الاسم تبعها مش عشان انا عندي حق الاسم يوزر نيم، هذه ثابته. لو بدي اخليه يعمل لوجن بالموبايل برضه حيكون عندي function اسمها يوزر نيم، تمام. هذه يعني كلمه يوزر نيم هنا مش لانه حيعمل لوجن باليوزر نيم، لا، هذه الفانكشن هو هيك اللي طالبها مني، يكون اسمها يوزر نيم. ايش حترجع؟ هذه بس الهدف منها انها تعمل لي ريتيرن لاسم الحقل اللي حيستخدمه في عمليه الفيريفيكيشن. هو باي ديفولت بيكون حاطط هنا ايش؟ ايميل. يعني الوضع الطبيعي انه في اليوزر نيم حاطط ريتيرن ايميل، معناته انا قلت انا لو بدي اخليه يعمل لوجن باليوزر نيم ايش بقول له هنا؟ ريتيرن ليوزر نيم. هيك معناته لازم يعمل ايش؟ لوجن باليوزر نيم. طبعا بدنا نغير في كل اللوجيك تبع اللارافيل هالوقت، لانه اللارافيل باي ديفولت بيستخدم حقل واحد، انا بدي اخليه باكثر من حقل، انا بدي اضيف اللوجيك هذا، وحنعمل لكم اياه اذا طلع معنا وقت. ممكن يختار للمستخدم نفسه انه هل بدك تسجل بالايميل؟ لا، ما هو حقل واحد ويدخل، لو دخل ايميل صح، لو دخل يوزر نيم صح، لو دخل الجوال ممكن اعتبره صح، تمام؟ ليش اقول له اختيار؟ يعني انت مثلا بالفيسبوك او اغلب البرامج بيقول كاش دخل، لو انت ايش ما حطيت بيقول لك مضبوط. فيسبوك لو حطيت الاي دي تبعك اللي هو الرقم اللي في الداتا بيز برضه بفوتك فيه عادي. يعني هو اهم شيء بده، هو اهم شيء بده قيمه تكون يونيك مش موجوده عند اي يوزر ثاني. فالاي دي يونيك فاليو، اليوزر نيم والايميل والموبايل، لانه برضه بسمحش اكثر من يوزر يكون عنده اكثر او اكثر موبايل، لا لا الموبايل لنفس اكثر من يوزر. طيب اليوزر نيم الاسم هذا هو نفسه الموجود الحقل، هذا اسم الحقل في الداتابيز. الكولوم اسمه يوزر نيم، اسمه يوزر نيم، انت معطي له اسم ثاني. لا انا احنا المره الماضيه عملنا حقل سميناه يوزر نيم هي، تمام. فانا حستخدم هذا الحقل. بدك يعمل لوجن بالنيم بدك تحط له نيم، بس طبعا النيم ممكن ما يكون ايش، ممكن يكون متكرر. طب لو بدي اور مثلا، هالوقت الاور شيء ثاني، حكينا بدنا نعمل لوجيك احنا من عندنا مش نستخدم اللوجيك تبع الارابل. والاور حقل واحد، يا هذا يا هذا يا هذا، ما فيش. يعني قلت انا هنا بتعامل باي ديفولت بحقل واحد الارابل، انا بدي اعمل اور انا بدي اكتب اللوجيك من اول وجديد. طيب هيك صار عندي اليوزر نيم. طبعا لو رحنا على صفحه اللوجن لازم نعمل لوج اوت طبعا عشان نقدر نروح على صفحه اللوجن. حكيت في صفحه اللوجن
ايش طالب هنا؟ ايميل. وهذا اسم الحقل ايش اسمه؟ اسمه ايميل. فانا بدي اضطر اعدل على صفحه الفورم انه اغير هذا الحقل من ايميل لايش؟ ليوزر نيم. فبدي اروح على ملف الفيو تبع اللوجن في الريسورسز فيوز اوث ملف اللوجن، هنستبدل الحقل تبع الايميل اللي هو هذا، هنغير اسمه لايش؟ ليوزر نيم. وين في عندي كلمة ايميل؟ هستبدلها هنا بدل كلمة ايميل ادرس، هنقول له ادخل اليوزر نيم. هنا الايرور تبع اليوزر نيم، وهذا الاسم تبع اليوزر نيم، والاول تبع اليوزر نيم، والاوتو كومبليت. تقريبا هيك احنا غيرنا كل اشي ليوزر نيم. طبعا التايب تكست مش ايميل، هو الديفولت كان ايميل التايب. تمام، على الوقت بدي احط التايب تبع الانبوت تكست عادي. هيك انا صار عندي ريفرش، هيك غيرنا ايش اللوجن، صار باليوزر نيم. لو حاولنا نعمل لوجن بالايميل زي ما كنا شغالين قبل هيك، ايش قال لي؟ غلط. الوقت هيستخدم اليوزر نيم، انا هذا اليوزر نيم مسميه ام صفدي، وبالباسورد تمام، بس قال لي اعمل فيريفاي. فكان حولت بشكل بسيط اللوجن من ايميل ليوزر نيم. تمام، لو انا بدي استخدم حقل ثاني بس كل ما علي بروح اروح على اللوجن كنترول في اليوزر نيم بحط، مثلا انا استخدم الجوال بقول له ايش، مثلا لو انا عندي حقل اسمه موبايل بقول له ايش اعمل ريتين للموبايل، فهيك حيعمل لوجن باستخدام الحقل تبع الموبايل. السؤال اللي انتم طرحتوه، طب انا بدي اياه يعمل لوجن باكثر من طريقه. تمام، طيب هالوقت هذه الفانكشن، او قبل هذه الطريقه خلينا نشوف موضوع ريدايركت 2. هالوقت انا عندي اليوزر انواع، لو كان ادمن انا مفترض ما اوديهوش على هوم، اخليه يروح على مثلا الكاتيجوريز بيج، صح؟ لو يوزر عادي يروح على الهوم. فكيف انا بدي اعمل اللوجيك هذا؟ الوقت انا الريدايركت 2 للاسف ايش بقدر احط فيها؟ قيمه واحده فهتطبق على الكل. لكن اللارافيل قالت لي برضه لو انت بدك تعمل ريدايركت حسب كونديشنز معينه، عرف فانكشن اسمها ريدايركت 2. فعشان هيك هعمل هنا بابليك فانكشن اسمها ريدايركت 2. نفس الاسم؟ هذا الاسم، لقيت الاسماء هذه لازم انا التزم فيها لانه اللارافيل هي اللي بتستدعيها، فما ينفعش احط اسم من عندي هي بتعرفهاش. تمام؟ هالوقت الريدايركت 2 هذه لها اولويه عن ايش؟ عن البروبرتي اللي اسمها ريدايركت 2، يعني لو موجوده هذه الفانكشن لها الاولويه، مش موجوده هيستخدم مين؟ البروبرتي هذه. هاجي طالما عرفتها يبقى انا مسؤول هنا اعرف ايش؟ اعمل ريتير لاسم الراوت اللي انا بدي اياه. فلو انا قلت له مثلا ريتير للراوت اللي اسمه ادمن دوت، احنا سمينا راوت كاتيجوريز دوت اندكس كاتيجوريز دوت اندكس. هيك بمجرد ما الشخص يعمل لوجن هيرجع هيوديه وين؟ على صفحه الكاتيجوريز ادمن. طبعا هذا كان بامكاني احطها اصلا فوق، بس لانه انا لقيت اعمل هنا تشيك اذا كان اليوزر ادمن هيروح هنا، اذا كان هيك هيروح على صفحه ثانيه. بس مبدئيا نعمل برضه مره ثانيه لوج اوت، نفحص موضوع الريدايركت 2، نعمل لوجن باليوزر الباسورد. الكاتيجوري راوت اصلا بس هي عايزه اسم الراوت كاتيجوريز مش بدون دوت اندكس. بس بشكل عام وين راح؟ استدعى الريدايركت 2. اعتقد الراوت اسمه كاتيجوريز بدون دوت اندكس. لو عملنا مره ثانيه ريفريش كونتينيو بيج اكسباير عشان موضوع التوكن، نعمل هو فعلا عمل لي لوجن اتاكد. هو عمل لي لوجن، لا هو عمل لوجن من اول بس عند الريدايركت اعطاني خطا. مرة ثانية أخيرة اليوزر هذا تمام، على طول وداني على صفحة الكاتيجوريز. باخذ الغياب الوقت. طبعا احنا كان بامكاننا هذا الراوت اصلا نحطه وين؟ فوق في الريدايركت 2، بس انا ليش حطيته في فانكشن؟ عشان لقيت انا في الفانكشن بامكاني اعمل تشيك هنا اف. كيف بدي اجيب اليوزر؟ اوث يوزر فانكشن تمام، ايش بدي احكي؟ تايب يو كان يساوي يساوي يوزر، اذا كان التايب تبع اليوزر
عادي يوزر عادي بدخل يروح على صفحه الهوم، فبحكي له مثلا ريتير، ممكن احكي له ذس عشان ما اكررش الكود، الريدايركت تول موجوده فوق بس مش الفانكشن هذه. الشهاده معرفه فوق فيها قيمه اللي هي بتروح على الهوم صح، فانا استدعيتها عشان ما اكررش كود بس مش اكثر. لو لكن انتم ممكن تكتبوا اي كود بدكم اياها تمام. طبعا هذه لو حطيتوا قوسين استدعى نفسها، فهيك حندخل في انفينيت لوب. الاقوى انا بدي البروبرتي اللي فوق مش الفانكشن تمام. غير هيك يروح وين؟ على الكاتيجوريز. فلو نعمل تيست على الموضوع هذا الجديد لوج اوت، طبعا لوج اوت بس هو ليش اعطاني بيج اكسبايرد؟ طب ندخل لوجين. مش عارف ليش هو علق. طيب نعمل لوجين. لو عملنا لوجين مره باليوزر العادي هالوقت اللي هو مثلا زي علي، هنستخدم طبعا يوزر نيم تبعه، يفترض هنا حيودينا على صفحه الهوم تمام، هيودينا على صفحه الهوم. نعمل مره ثانيه لوج اوت ونفوت اليوزر الادمن اللي هو هذا، بس اليوزر نيم عاد كاتيجوريز. فصار انا بامكاني اعمل لوجيك هنا جوا ريدايركت واحدد بناء على نوع اليوزر وين اوجهه بعد ما يعمل لوجن تمام. وهذه لها اولويه اكثر من مين؟ من هذه من البروبرتي. فلو كان الفانكشن مش موجوده حيستخدم القيمه اللي في البروبرتي، لكن لو انا عرفت الميثود بتاعت الريدايركت حيستخدمها. هذه الميثود بدها ترجع الاسم تبع الراوت، حترجع شكل الراوت مش حتعمل ريدايركت نفسها. انا هنا ما حطيتش كلمه ريدايركت، ايش استخدمت؟ النص تبع ايش؟ الراوت نفسه، ممكن يكون شكل الراوت او الاسم تبع الراوت. هو فعليا عفوا شكل الراوت نفسه. كان نفس الاسم بدون دولار؟ فوق في دولار. وين؟ وين في دولار؟ هذه بروبرتي، طب متغير. انا هذه فانكشن. هذه لها اولويه حكينا عن اللي فوق. This redirect to اتفقنا احنا كيف هذا؟ هذه ايش جوا؟ جوا قيمه الهوم. فانا رجعتها ما استدعاهاش، هذه متغير، هذه اعتبرها متغير جوا الكلاس. هذه redirect to متغير جوا الكلاس، وين بتاشر؟ هي ها قيمه يعني مش فانكشن. طيب موضوع ال الايميل اذا بدكم اياه يفوت باكثر من طريقه تمام. هنا بدنا نعمل اوفر رايت للميثود او للميثود تاعت اللوجن. هالوقت فعليا هذه الكلاس اللي اسمها لوجن كنترولر لو اطلعتوا عليها بتستخدم اتفقنا تريت اسمه اوثنتيكيت يوزر. فعليا اللوجيك تبع اللوجن مكتوب جوا هان. فلو انا دخلت عليها تمام، هاي مثلا هذه الصفحه اللي بترجع صفحه اللوجن. فلو انا بدي اغير البيج اللي في ملف الفيو تبع اللوجن، انا بروح امسك الفانكشن هذا زي لقيت اي كود او اي فانكشن موجود جوا التريت، انا بقدر اخذ نسخه منه واحطه عندي في الكلاس. يعني مثلا لو انا ايوه لقيت لو انا مثلا بدي اغير بدل ما هو كان يروح على الاوث لوجن بعدلش هنا. اتفقنا هذا الملف وين موجود؟ هذا الملف جوا الفندور. بعدلش هنا، باخذ نسخه من هذه الفانكشن زي هيك وبحطها وين؟ عندي في اللوجن. اي فانكشن انا بعرفها بتعمل اوفر رايت للي ايش؟ للي موجود في التريت. فلقيت انا بدل ما كان هو يروح على الاوث دوت لوجن ممكن اكون عامل ملف ثاني، عامل ملف فيو مختلف عن هذا الملف. فهيك انا اخذت نسخه وهنا بغير الاسم. احنا بدناش نغير عشانك حشيله، لو ضلت مش حتاثر بس انا حشيلها. نرجع هان، الوقت شايفين اليوزر نيم قبل شوي استخدمتها؟ هلاقي هي معرفه هان. هيها. ايش بترجع باي ديفولت؟ ايميل. فانا رحت في اللوجن رحت عرفتها مره ثانيه وخليتها ترجع يوزر نيم. فاذا اي فانكشن موجوده هان انا بقدر اعملها اوفر رايت، بس بعدلش مباشره هنا، بعدل عندي في اللوجن كنترولر. الوقت اللوجيك تبع اللوجن هيو انا حفرجيكم اياه.
وفي ليه لما يعمل سبميت لللوجن بيروح على الميثود اللي اسمها لوجن. اول خطوه بيعملها بيستدعي حاجه اسمها فاليديت لوجن، بيفحص هل الريكوست فاليد او مش فاليد، يعني هو مدخل لي اليوزر نيم او لا. تمام. الخطوه هذه اللي هنا بيفحص موضوع انه لو انه حاول يعمل لوجن اكثر من مره. تمام. فبيفحص باستخدامه عامل مجموعه من الميثود زي هاز تو ماني لوجنز اتيمز، ولو في الحاله بيعمل ايش؟ يطلع له رساله انت عملت لوجن اكثر من مره طريقه خاطئه. فلو انا هذا اللوجيك بديش اياه ممكن اروح ايش اخذ نسخه من هذا الفانكشن واوقف هذا الكود. بيعمل لوك لوك اللي هو بيعطي لك لمده اعتقد دقيقه حاجه زي كده. انت لو بدك تجربها هذه شغاله اوتوماتيك، انا نعملها تيست سريع. نفس اليو طبعا عمل لي مش عارف ليش بيعطيني اكس واي اف صار. لا مش هذه مش سي ار سي، هذه لها علاقه بالسيشن. هذه لما جيت عملت لوجن بيوزر علي بس حدخل الباسورد غلط اكثر من مره، هاي اول مره، هاي ثاني مره، اعتقد هي خمس مرات الديفولت، هاي الثالثه وهي الرابعه وهي الخامسه. الوقت اخر مره عمل لي حاول بعد قديش 45 ثانية. تمام. الرقم هذا احنا ممكن نغيره اللي هو بس بدل ما بعد خمس مرات اقول له بعد مثلا ثلاث مرات 45. وهذا الرقم برضه بنقدر نغيره. من وين بنغيره؟ تشوفوه قبل لانه هو اسرع. بتروحوا وين؟ على ملف الكونفيج، في عندي ملف اسمه اوث، هو اعتقد هو انا مش متاكد هو ولا لا، لا والله غالبا هو في الميدل وير مش هنا حنلاقيه. لا لا هذا ملوش علاقه. موجود في الميدل وير نفسها، الميدل وير تاعت الثروتلز هذه، فهي او هاي شايفين الثروتلز لوجن هذه الوقت نفسه، هذه التريت مستخدمه تريت ثاني اسمه ثروتلز لوجن. تمام. جواها هو محدد عدد المرات بس انا لا بشوف كيف انت بدك تعملها اوفر رايت. ايوه الماكس اتيمبتس هذه، فانت بتروح تعرف هذه الفانكشن وين؟ جوا اللوجن كنترولر تبعك وبتخليها ترجع القيمه اللي انت بدك اياها، او بتروح تعرف في الكنترولر بعد ما تعرف الفانكشن هذه تروح تعرف ايش؟ بروبريتي اسمها ماكس اتيمبتس وتعطيها القيمه اللي انت بدك اياها. يعني ممكن امسك هذه هيك واروح على اللوجن كنترولر تبعنا. تمام. مثلا تحت ريدايركت اروح احكي له ايش مثلا بروتكتد ماكس اتيمبتس تساوي 3. فهيك انا صار يستخدم هذه البروبرتي عشان بدل ما الخمسه ديفولت يستخدم مين؟ الثلاثه. التايم برضه موجود هنا، هاي الديكاي مينتس. نفس الشيء ايش بيحكي لي؟ عرف هذه البروبرتي وين؟ على مستوى اللوجن كنترولر بروتكتد ديكاي مينتس، هذه بالدقائق، فلو انت كتبت له 1 مينت بدك تخليه نص دقيقه بدك تكتب له هيك نص. تمام؟ بس طبعا انا بدي اعمل لوك مش هعمل لوك ثواني، بدي اعمل لوك مثلا 5 دقائق ممكن، فبكبر القيمه. فانا لاحظوا اعطاني اوبشنز اني اضيف هدول، هو اوتوماتيك هياخذ القيم تاعتهم. طيب نرجع للموضوع الاساسي، موضوع انه يعمل لوك من اكثر من مكان. اتفقنا اللوجيك كله وين موجود؟ في اللوجن ميثود. تمام. هذه الفانكشن اسمها اتمت لوجن، هذه الفانكشن فعليا بتعمل عمليه اللوجن. تمام. حكيت حنروح نستدعيها لو بمجرد ما يعمل لوجن، هاتي حترجع له ترو او فوز. رجع ترو بيروح ايش يقول له؟ اعمل سند لوجن ريسبونس، يعني راجعه لصفحه الريدايركت. غير هيك ايش بيعمل هو؟ اذا كان مش عامل لوجن صح بيضيف ايش؟ عداد، بعد كم مره فشلت، عشان هيك بعد الخمسه عد لي. وفي الاخر بيطلع له ايش؟ بيرجع له سند فيلد ريسبونس. هذه كلها ميثودز، هذه كلها معرفه تحت حتلاقوها. مثلا هي الفاليديت لوجن، عامل ايش؟ فاليديت على الحقل تبع اليوزر نيم انه ريكوايرد وسترينج، وعلى حقل الباسورد انه ريكوايرد وسترينج. تمام. الاتمت لوجن هذه فعليا اللي بتعمل عمليه اللوجن.
انه انا بحكي له عشان اعمل لوجين بحكي له اوث اتمت وببعت له اليوزر نيم تمام كاري وببعت له الموضوع ريمبر مي التشيك بوكس اللي تحت الكريدنشال لسه حكت ريكويست اونلي عارفين ايش يعني ريكويست اونلي الوقت في انه ريكويست اول بترجع كل الحقول اللي في الريكويست لما احكي له ريكويست اونلي بقول له رجع لي فقط الحقلين الحقول انا محدد لك اياها هو هنا رجع حق لليوزر نيم حق للباسورد وهذا السند لوجن ريسبونس اللي بتعمل عمليه الريدايركت فعليا هيها طب ايش ريدايركت انتنتد هذه ايش معنى بعد الريدايركت احنا متعودين بعد الريدايركت بنحط كلمه راوت طب ايش انتنتد هذه لو انا اليوزر حاول يدخل على صفحه محميه فايش الراوت تبع الاوث بيسوي بيرجع على اللوجن الوقت اوتوماتيك بعد ما يعمل لوجن حيرجع على الصفحه اللي حاول يفوت عليها تمام هذه معنى الانتنتد انه بدك ارجعك على الصفحه اللي انت حاولت تروح عليها بس انا منعتك هذه الاوثنتيكيت تستخدم في موضوع الايفنتس انه بمجرد ما الشخص عمل اوثنتيكيت هو بيعطيني هنا واحده فاضيه انا بعرفها عندي لو ابدا اكتب لوجيك معين طب احنا فعليا حنستخدم لوجيك مختلف فانا بدي استخدم هعرف الفانكشن هذه فقط وين راحت اللي هي الاتمت لوجن هذه الفانكشن هاخذ نسخه منها واحطها وين احطها عندي عشان هذا اللي بدي اعدل عليها اللوجيك المستخدم تمام طبعا ريكويست هذه عشانها لازم اعملها ايش يوز لها فوق هيها طيب هالوقت this guard بترجع نوع الجارد الديفولت هي فعليا هذه زي كاني كتبت حاجه زي كده اوث نقطتين اتمت اتمت اوث شيك بتفحص الاوث اتمت بعطيها بيانات اليوزر نيم والباسورد بتحاول ايش تفحص هل اليوزر هذا موجود اذا موجود بتنشئ السيشن تبعته وبترجع لي ترو يعني هذه الاتمت بتعمل اكثر من عمليه بتعمل فحص انه اليوزر نيم والباسورد صح اذا كانوا صح بتعمل له السيشن انه هذا يوزر فاليد وبتنشئ له السيشن عندي وبترجع لي ترو غير هيك ايش بترجع لي فولس الوقت انا هذا اللوجيك مش حقدر استخدمه ليش لانه هذا بيعتمد على انه حيفحص حقل واحد فانا هذا كل اللوجيك انا هذا كله حشيله من هنا بس انا فرجيتكم انه هذه الاتمت ايش وظيفتها الاوث اتمت وظيفتها بعطيها اليوزر نيم والباسورد فبتروح تتحقق منه وبتنشئ السيشن في حاله انه الوضع تمام انا بدي اعمل يعمل لوجن باي طريقه بدنا نلجا لموضوع الموديل تبعنا اليوزر الوقت يوزر احنا اتفقنا ممكن احط شرط وير اليوزر نيم ايش يساوي this عفوا هنا الحقل حيكون ايش اسمه احنا هنا حنشتغل بلوجيك مختلف حنفحص اذا كان اليوزر نيم يساوي request تمام من البوست هات لي الحقل اسمه حكيت الحقل اسمه يوزر نيم دائما انا تمام على فرض ان الحقل دائما اسمه يوزر نيم تمام هاي اول شرط or where تمام where بدي اضيف عليها or where يعني او الايميل يكون برضه نفس يعني خلينا هذه نحطها في متغير هذه هتكون عباره عن اليوزر نيم اللي انا باخدها من هنا هي يوزر نيم تساوي انا حطيتها كومنت حطها دولار ساين تمام او الايميل يساوي برضه القيمه الوصلاني في اليوزر نيم صح لو كان عندي جوال اور وير برضه الموبايل يساوي القيمه الوصلاني من اليوزر يعني اي واحده من هذول يتحقق الوقت انا حطيت الشرط بدي اجيب القيمه فايش بحكي له فيرست ايش يعني فيرست انه هات لي بس اول سطر هو فعليا لازم يرجع لي سطر واحد او ما يرجع ليش حاجه تمام جيت ايش بتعمل بترجع لي اري جيت صح بس هترجع لي اري فيها قيمه واحده لا انا طالما هيك انا متوقع قيمه واحده بقول له هات لي القيمه مباشره ليش تحط لي اياها في اري هاي الفرق بين الجيت والفيرست فهنا ايش حكينا له فيرست فهنا طبعا لو اليوزر موجود هذه الفيرست هترجع لي الموديل تبعه طيب لاحظوا انا هنا حاطط الشرط الباسورد لان الباسورد اصلا مخزنه هاش فبقدرش اقارنها بشكل مباشر طيب الوقت انا بحكي له اف نوت يوزر اساسا اليوزر مش موجود يعني اصلا الوير هذا كله فشلت وما رجعليش اليوزر ايش لازم اعمل هنا؟ ارجع فولس صح؟
ليش رجعت فولس؟ لأن حكينا إحنا الأتمت اللي كانت مستخدمة قبل هيك كانت ترجع ترو أو ترجع فولس، فأنا اليوزر مش موجود رجعت فولس. طب اليوزر موجود بدنا نفحص الباسورد تبعته، فهنستخدم فانكشن اسمها الهاش كي فاكيتس. هذه في عندي هاش فاكيتس، هاي الباث تبعها تمام. هذه الهاش بستخدمها لو أنا بدي أعمل هاش لقيمة بستخدم ميك، أنا بدي أفحص قيمة بستخدم تشيك تمام. التشيك بعطي له قيمه الباسورد البلين اللي هي حتكون جايه من الريكوست تمام، بوست مثلا القيمه الاسم الحقيقي الباسورد باسورد. القيمه الهاش وين من وين حلاقيها؟ من اليوزر اللي رجع لي قيمه الحقل تبعت الباسورد، هي فعليا الهاش فاليو تبعته. يعني التشيك هذه بعطيها قيمتين، القيمة الأولى قيمة الباسورد البلين مش مشفرة تمام، القيمة الثانية هي المشفرة، المشفرة أصلا وين مخزنة؟ على مستوى اليوزر في حقل الباسورد تبعه، عشان هيك بعثت له ايش؟ حكينا اليوزر لما رجع لي أنا قدرت أصل الهاش باسورد من هنا. هذا التشيك حترجع ترو أو فولس، إذا كان الهاش متطابق حترجع لي ترو أو غيرك حترجع لي فولس، عشان هيك برضه حط هنا تشيك اف نوت هاش برضه ححكي ايش؟ ريتيرن return false. طب طلع موجود والهاش تبعه صح، يفترض انه ايش يعمل؟ return true. بس هل قلت return true بدون ما اعمل له شيء في السيشن معناته على الفاضي. احنا اتفقنا كيف انا السيرفر بيعرف انه هذا اليوزر عمل لوجين، بيخزن في السيشن انه هذا عمل لوجين وبيبعث للبراوزر السيشن اي دي تمام. فعشان هذه الخطوه تنعمل في عندنا حاجه اسمها auth نقطتين لوجين، وبعطي له اليوزر، فانا بحكي له ايش؟ بحكي اعمل لي لوجن لهذا اليوزر هالوقت. اذا لقيت الاوث لها ثلاث شغلات، اوث تشيك بتفحص، اوث يوزر بترجع لي اليوزر، اوث اتمت بتعمل عمليه الفاليديشن تبع اللوجن، احنا ما استخدمناهاش هنا شلناها. الاوث لوجن بعطيها اليوزر اوبجكت فبتعمل لي له لوجن. يعني هي هذه بتستخدم داخليا في الاتمت، فانا اخذتها من جوا الاتمت واستخدمتها انا بشكل مباشر. تمام. هيك صار انا عندي اللوجيك يفترض اللي هو يؤدي الغرض اللي احنا بدنا اياه، نعمل التست عليه الوقت احنا علي بالباسورد الصح اللي هي من 1 ل 8. اذا اللوجيك احنا كتبناه صح هيفوت باليوزر نيم، هيفاد هنعمل لوج اوت لعلي ونفوت مره ثانيه بعلي بالايميل تبع اللي هو علي at example.com والباسورد برضه من 1 ل 8 تمام. هيك صار يفوت سواء بالايميل او باليوزر نيم. بس تلاحظوا انه اي كاستمايزيشن احنا بدنا نعمله حنضطر احنا نكتب اللوجيك تبعه تمام. عشان تكتب اللوجيك تبعه بدك تكون فاهم ايش اللي بيصير تمام. الاتمت لوجن فعليا هذه فانكشن موجوده اصلا في التريت تبع اللوجن، انا رحت طلعتها شلت اللوجيك الافتراضي تبع اللارافيل وحطيت اللوجيك اللي انا بدي اعمله، وانا فاهم انه هذه الاتمت لازم ترجع لي ترو او فولس، عشان هيك احنا كنا دائما نرجع فولس عند ترو. بس رحنا ايش سوينا؟ انشانا السيشن لليوزر، فهذه الخطوه مهمه جدا موضوع الاوث لوجن عشان انشئ السيشن لليوزر على انه عامل لوجن.